حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسعد الله مساءكم، وبإذن الله حلقة جديدة ومواضيع جديدة ومتجددة بإذن الله. هذا الأسبوع هنديكم أشياء كثيرة في السوشيال ميديا، أنا سميتها هذه الحلقة إكس والطب. حقيقة يعني إحنا في إكس والطب حاسة، كل شوية نشوف لنا في تويتر أي أحد يتكلم شيء ما هو صحيح أو شيء إحنا نبغى ننفيه رح ننفيه هنا في البرنامج. فاليوم رح أبدأ أول شيء بالدراسات، يعني حنبدأ بالدراسات كده، دراستين لطيفة أنا أعرف إنها تهم ناس كثير. أول دراسة، في سؤال دائما يجي، هل الإبر حقت إنقاص الوزن أيا كان اسمها تجيب سرطان الغدة الدرقية؟ هذا سؤال لا ينتهي في العيادة، وأنا خايف، أنا عندي ضعف في الغدة، نشاط في الغدة، شيء في الغدة، ماني داري يسوي. طيب، أول شيء إحنا راح نقول إنه في أكتوبر الآن المنظمة حقت سلامة الأدوية الأوروبية، يعني اللي تمثل كل الدول الأوروبية، اجتمعوا المختصين وراجعوا كل الدراسات اللي من عام 2012 إلى 2022. هي أول يعني دواء استعمل نفس الخاصية على هذا الحساس اللي اسمه GLP-1، كان من أيام الفيكتوزا 2012، وكان يعطى لحقون السكر والإنقاص الوزن على كثير من البشر وكثير من الدراسات. فقاموا دحين في أكتوبر قالوا إحنا راجعنا كل هذه الدراسات، ونقول إنه هذه الأدوية إلى الآن لا يثبت أبداً إنها تسوي سرطان الغدة الدرقية أبداً. وقالوا بكل بساطة إنه أصلاً الحساسات هي أصلاً المعلومة جات من تجارب موجودة على الفئران. فقالوا إنه الفار موجود في الغدة الدرقية حقته موجود حساسات GLP-1 هذه، يعني اللي يلصق فيها الدواء، لكن وجدوا إنه في الإنسان الغدة الدرقية ما عنده هذه الحساسات. ففضلوا يتابعوا يشوفوا إذا الناس حجي لهم، ما أثبت. فبالتالي قالوا إنه هم في أكتوبر 2023 الآن يقولوا إنه هذه الأدوية لا تسبب سرطان عنق، لا تسبب سرطان الغدة الدرقية. فبالتالي هذا أول خبر عشان ننهي موضوع الغدة الدرقية هذا والسرطان حقه مع هذه الإبر. بعدين في دراسة ثانية ناس كثير الآن مهتمين كانوا بيها جدا، في ناس كثير الآن تسمعهم لما ينقصوا وزنهم يقولوا إحنا نبغى نسوي الصيام المتقطع. الصيام المتقطع، فالصيام المتقطع أول شيء نبغى نرجع شوية، هو يشتغل ولا ما يشتغل الصيام المتقطع هذا؟ نبغى نقول على الأساس حقه كده في التاريخ إنه أول من درس الصيام المتقطع صارت فيه دراسات على الفئران. فدائما يسألوا يقولوا ليش الصيام المتقطع 8 ساعات؟ فهم قارنوا يعني مجموعتين، مجموعة فئران كل ما جوع يدوها، كل ما جوع يدوها، موجود الأكل طوال اليوم، الثلاجة مفتوحة، يقدروا يأكلوا وقت ما يبوا. وفي فئران لا، بس يأكلوا 8 ساعات وبعد كده ما يأكلوا ولا شيء. وجدوا إنه الفئران اللي ما يأكلوا هذول طول اليوم وزنهم ما يزداد، ويقدروا كمان ينحفوا، ويقدروا يكون صحتهم أحسن، والسكر حقهم ما يصير عندهم سكر، ما يصير عندهم بدانة. فقام بدأت تنشأ الفكرة حقت الصيام المتقطع. ولما دائما الناس يسألوا يقولوا هي من فين جاءت هذه فكرة 8 ساعات أكل، من فين جاءت؟ قالوا بكل بساطة إنه الناس اللي كانوا بيسووا التجربة كانوا لازم يشتغلوا، هم يشتغلوا في دوامهم زي دوام أي أحد 8 ساعات برا. في المختبر قرروا انه تصير 8 ساعات بس علشان هم يشتغلوا 8 ساعات. ولازم طلع الفيران هذول لازم الناس ينتبهوا لهم، يعني لازم يكون في واحد قدامهم، لانه الفيران طلعوا يخبوا الاكل في اماكن متعدده، فبالتالي خافوا انه هذول الفيران لو سيبوهم بدون مراقبه يكونوا مخبينه ويرجعوا ياكلوا. هم كانوا بيسووا الدراسه مره صح. فالثمانية ساعات هذه جاية إنك أنت تقدر تأكل فيها مبنية على إنه كان دوامهم 8 ساعات. لكن هل
الدراسات هذه سوتها بكل بساطة. الصيام المتقطع قال لك إذا أنت تبغى تسوي، لا تأكل أول ما تصحى، وتحاول إنك ما تأكل قبل ما تنام. وهذه يعني ناس كثير ممكن يسمعوا الحين يقول لك ناس كثير أصلا سووها واستفادوا منها ونزل وزنهم، صحيح. لكن الآن في أحدث دراسة في أكتوبر 23، يعني هذا الشهر، الشهر اللي فات، إحنا في اليوم 1 نوفمبر، يقول إنه لا، هذه سووا التجربة على الإنسان، مو خلاص، سووا الصيام المتقطع بالإضافة إلى الصيام المتقطع، وإنه يقللوا عدد الكالوريز. فقام قال لك اللي يحطوا الصيام المتقطع، يعني لما تقول أنا راح أكل من الساعة كذا للساعة كذا، في ناس من اللي يحطوا صيام متقطع هذا يقوم يأكل من، يعني يقول أنا حأكل من كذا إلى كذا، يكون من يوم ما يفتح عينه لين ما ينام، هذه ما هو صيام متقطع. وجدوا الناس اللي يحطوا الصيام المتقطع يقل، يتنظم عندهم السكر، ويقل وزنهم بتقريبا 7%. نظرا لأنهم يقللوا عدد الوحدات والسعرات الحرارية، وجدوا إنهم بدون ما يحسوا، مع أنهم يأكلوا أكلهم، لكن وجدوهم إنها تقل عدد السعرات تقريبا 25%. 25% تقل عدد السعرات فقط بإنك أنت بتأكل أكلك بس، تقول أنا ما راح أكل إلا من الساعة كذا للساعة كذا. وهذه وجدوا إنها أحسن وقت إنك أنت تعمل فترة أول ما تصحى، إذا أنت كنت للصيام متقطع، أول ما تصحى إلين تقريبا الساعة 12 11 3 ساعات 4 ساعات، وقبل ما تنام بساعة أو ساعتين تقوم أنت تحط لنفسك تقريبا 10 ساعات. في دحين حتى تطبيقات وفي ساعات يقولوا لك أنت بتاكل من متى لمتى، ويقدروا ينبهوك، فأنت تقدر تقول أنا بس حأكل 6 ساعات، بس حأكل 8 ساعات. لكن كمان هذا مهم للعوائل، يعني لكثير من الأمهات عندهم اهتمام جدا كبير إنه أولادهم ما يزيد وزنهم، وإنه أولادهم يعيشوا بصحة أفضل. فوجدوا إنه كمان هذه الفكرة كثير من الأمهات اللي بيطبقوها مع أولادهم، إنهم يجعلوا الأكل في وقت معين، ويوقفوهم عن الأكل في أوقات بالذات قبل النوم، ما يزداد وزنهم. زي كل حاجة بنقولها، أنا عارف إنه كثير منكم بيقول طيب هذه ناس كثير بيسووها، ناس كثير يقللوا عدد الحلاوة اللي يأكلها الولد، ناس يقللوا عدد الأشياء. طيب، فيصير بكل بساطة، أيوة صحيح، التقليل ينفع في كل شيء، وكمان أثبت علميا. وسبحان الله قد إيش إحنا في أشياء كثيرة إحنا في الدين عظيمة، فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا شهر الصيام، وقد إيش سبحان الله وجدوا كمان في يعني ناس كثير من اللي يسووا الأشياء حقة الرجيم، يقول لك أنت لازم تفاجئ جسمك وتغير النظام وتحاول أنك تصوم لفترات طويلة. فتخيل إحنا عندنا في السنة صيام الاثنين والخميس، أتمنى أنه ربنا يكرمني إن شاء الله وأقدر أسويه يعني دائما، لكن سبحان الله الصيام دحين بعد كل اللي إحنا كنا نسويه عبادة، كل يوم يثبت العلم أنه كل عبادة إحنا بنسويها سبحان الله طلعت مرة مهمة في العلم، وتأثر وتقلل وزنك. فبالتالي إحنا بس نقول لك يعني بكل بساطة، أمسك نفسك، قلل أكلك، قلل عدد الساعات اللي أنت بتاكل فيها، ينزل وزنك، وكمان تقل عدد السعرات. بس الله يخليك لازم تحط أوقات وتلتزم بيها. أنا عارف كثير منكم يقولوا إحنا في وسط هذا المجتمع اللي كل شوية تجينا عزائم، والعزائم تكون متأخرة في الليل وكل شيء، أيهم هي مرة أو مرتين، بس حاول تخلي غالبية الأسبوع عندك وقت معين إنك أنت تأكل فيه، ووقت توقف فيه عن الأكل. أنا كنزار أقول لكم إني جربتها، ملتزم بيها لي فترة، والحقيقة إنها فعالة فعالة. أنا معايا فعالة، ممكن مع غيري ما تكون فعالة، فعالة. وكمان الأشخاص اللي يقولوا إنهم هم يسيبوا طول اليوم وما يأكلوا غير واحدة وجبة، الدراسات إلى الآن ما هي قادرة تثبت إنه هذا أحسن من النظام إنك أنت تأكل وجبتين أو 3 وجبات في خلال الوقت المعين. فإذا كان يحرم نفسه طول اليوم، لما يجي يفكها في الليل فيقوم يأكل كمية كبيرة من الكربوهيدرات، كمية كبيرة من الأكل، حقيقة وجدوها إن هذه بترفع كمية الإنسولين بشكل مرة كبير. إلى الآن ما هو مثبت إن هذا أفضل حل، لكن الصيام المتقطع، السنة إنك تصوم 2 وخميس، إنك تحاول إنك تمسك نفسك، حقيقة جدا مؤثر. أتمنى لكم بإذن الله صحة جيدة جدا. إحنا حنخرج فاصل بسيط ونرجع لكم.
حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم. غلقنا اثنين كانوا في السوشيال ميديا، الآن راح نبدأ واحد في السوشيال ميديا كان جدا متعب للنفس. خرج للأسف الشديد في السوشيال ميديا بوست، كان يتكلموا اثنين يعني الله أعلم إنهم أطباء ولا ما هم أطباء، ماني متأكد، يمكن ما هم في تخصص، تقريبا ما هو تخصص، وكانوا يتكلموا إنه المريض اللي مصاب بالإيدز المفروض إذا أخذ الدواء يقدر يتزوج واحدة سليمة، لكن ما تقدر تقول إنه لا ينقل المرء. وأنا ما أدري حقيقة، يعني بعض الأشياء هذه جدا دقيقة وما هو كثير من الناس يعرفوها، فأنا قررت إنه لا، إحنا حنسوي واحد مع شخصية، مع طبيب بخلاف تخصصي، مع طبيبة يعني تعتبر من أكثر الناس خبرة بالمرض الحمد لله في المنطقة العربية، ليس فقط حقيقة أقولها في المملكة، في المنطقة العربية. دكتورة بتول علي، أهلا وسهلا. أهلا فيك، كيف حالك؟ الله يخليك يا رب، شرفتي ونورتي. يا بتول، تعمل في مستشفى شرق جد، هذه المستشفى اللي موجود فيها حقيقة تعتبر أكبر عيادة لمرضى نقص المناعة الإيدز. صحيح. في العالم العربي. نعم صحيح، أكثر صحيح. عدد موجود في العالم العربي موجود في هذه العيادة. صحيح. ألوف من المرضى. نعم. لك أكثر من 14 سنة تعالجي هذا المرض. لازم تقول كم يعني؟ معليش، يعني 14 سنة أنت تعالجي هذا المرض. شفتي ألوف من فدحين، يعني بس إحنا بنقول أي أحد رجاء الله يخليكم قبل ما تشوفوا أي شيء أنا الإيدز، رجاء لازم تشوفوا هذا المقطع، لأنه هذول الناس يعني أنا وهي عالجنا، علشان في بعض الناس اللي يتكلموا يكونوا ما عمرهم عالجوا أصلا هذا المرض، ما عمرهم عالجوا، ويكونوا مثلا يقروا في الكتابة ويقروا في حاجة في مجلة كذا، ويعني يصير فيه تعليقات أحيانا غير صحيحة. أول شيء يبتول، هو إيش مراحل الإيدز هذا؟ طيب، أول حاجة ما نحب نسميه الإيدز. أيوه. طيب، نحب نسميه مرض نقص المناعة. حلو. بعدين نسمع عبارات شائعة كتير، زي حكاية حامل للمرض، كامن، نايم، خامل. هو الإيدز أو فيروس نقص المناعة، فيروس يدخل الدم ويتمشى براحته في الجسم. أيوة. خلاص، حيقعد لي فترة معينة من 5 إلى 8 سنوات، بعد كده تبدأ تظهر الأعراض. يعني من 5 إلى 8 سنين هو بس فيروس قاعد يدور في الدم، بيتمشى. أيوة. يتمشى. اسمه في هذه المرحلة اسمه HIV. صحيح، اسمه HIV. يعني لو أي مريض اكتشف بدون ما يظهر عليه أعراض في هذه المرحلة نقول عليه هذا HIV. صحيح. بس مريض عنده فيروس يدور في الدم، نديله الدواء خلاص ما يدور في الدم. مظبوط. والمرحلة الثانية تبان عليهم الأعراض، هذه. نعم. اللي تسمى AIDS. هذه هي المرحلة للأسف اللي تكون نسميها الفاينل ستيج أو المراحل الأخيرة المتقدمة. نعم، المتقدمة من الإصابة بالفيروس تبع نقص المناعة. أيوه. ولكن مو معناه برضو نهاية العالم، ولا إنه لازم يموت، ولا إنه لازم يموت خلاص. هذا صار قديم، ما هو من يوم ما تظهر عليه الأعراض معناه إنه حيموت. صحيح. وأصلاً ما حد يموت الآن من الإيدز، يعني المفروض إذا اكتشف. نعم. مبكراً ما حد يموت من الإيدز. يموت مريض اللي مصاب بنقص المناعة، يموت من أي شيء ثاني غير HIV، ما حد يموت من الفيروس المفروض. ما حد. نعم. يموت. أيوه. تماماً، مفروض ما حد يموت من الفيروس. أيوه. نعم. حتى يعني مرض نقص المناعة وفيروس HIV كذا شالوه من أسباب الوفاة، يعني مثلا خلوا مرض القلب وخلوا أمراض ثانية بس شالوه، هذا جلطة الدماغ بس شالوا هذا HIV، شالوه، قالوا لا هذا ما مفروض أنه أحد يموت بالHIV لأنه له دواء. فإذا أنت كنت ما زلت تعتقد أنه المريض حق HIV يموت بسرعة أو يموت أو ما له علاج، أنت تقريبا معلوماتك وراء الشمس تقريبا 23 سنة 24 سنة تقريبا. صحيح. يعني إذا أنت دحين تسمعنا في الإذاعة تقول لا يا شيخ معقولة، أنت مرة معلوماتك قديمة، لأنه هذا المرض للأسف الشديد استخدم سنين علشان تخويف البشر، كذا استعملوه ناس عشان تخويف البشر. طيب، فيصير يقدر يعيش، يقدر يعيش ويعيش تماما بصحة وعافية، واللي عنده الفيروس يساوي الشخص اللي ما عنده الفيروس. ممتاز. يعني لو اليوم بيبي اتولد
بمرض نقص المناعة، أمه ما كانت تعرف، تمام، وتولد بمرض نقص المناعة، قد إيش هذا يقدر يعيش؟ كل الدراسات، في دراسة عملت من 2000 ل 2016 تخيل، دخلوا فيها ناس يمكن بالألافات، تمام، وجدوا الشخص اللي ماشي على علاجه ومعدل حياته تساوي الشخص اللي ما عنده الفيروس. سبحان الله، يعني البيبي اللي تولد وعنده الفيروس وجدوا انه يعيش نفس عمر الشخص العادي، ما ينقص من عمره عشان هو اصيب. معناته هذا البيبي حيعيش وحيجيب عيال وحيشوف عيال عياله، حيشوف عيال عياله زي اي احد ثاني بالضبط، ولو لا سمح الله حيموت، ما يموت بسبب الاتشايفي، يموت بسبب زي بقية الناس، جاله القلب، جاله جلطة، صار له حادث بالضبط. تمام، الحمد لله. طيب يصير هذا أول شيء، البيبي هو أصلا ليش البيبي يجي له اتشايفي؟ هذا اللي مفروض ما يجي أصلا. أيوة، المفروض أنه ما يجينا بيبي يتولد في المملكة عنده اتشايفي أبدا أبدا، لكن للأسف الشديد ما زالوا بيجونا. صحيح، ما زالوا بيجوا للأسف. يمكن الأسباب ربما إحنا مقصرين في التوعية شوية. أيوة، تمام، توعية الأطباء نزار أكثر من توعية المجتمع. تمام. ليش؟ لأنه أي وحدة حامل المفروض إنها تسوي التحليل، المفروض مغطى بالتأمين الآن. نعم، والآن من متطلبات الوزارة أي أحد، نعم، يروح لازم تأمين من الوزارة لكل الحوامل، كل أطباء النساء والولادة لازم يعملوا التحليل للسيدات الحوامل زي أي تحليل تاني تبع الأمراض التناسلية اللي تعمل للحوامل. طيب دحين بس أبغى أسألك، يعني قد إيش عشان الناس يعرفوا قد إيش الحكاية صعبة علينا على نفسيتنا، صح؟ في أي الدول اللي أعلنت إنهم صفر أطفال يولدوا بالإيدز؟ في عندنا أستراليا، نعم، في عندنا نورث أمريكا، تايلند. تخيل هذول عندهم ألوف من النساء مصابين تايلند، ألوف من الخليج اللي أعلنوا إنهم صفر. عمان، صحيح، عمان أعلنت كأول دولة في الخليج تصل إلى الصفر. البحرين أعلنت صفر. إحنا للأسف الشديد إلى الآن لسه نمشي في الطريق إلى الصفر. مؤلم، محزن، علشان الدكاترة حقونا نساء الولادة، وعلشان كمان للأسف الشديد ما زال عندنا شريحة من النساء الحوامل ممكن إنهم يجوا في آخر يوم حق الولادة ما يروح يشوفوا دكتور إلين يوم ما تولد تروح تسوي. طيب إيش يفرق أصلاً إن تكتشف المرأة في خلال الحمل إنها هي مصابة ولا غير مصابة؟ طيب مرة شيء مهم إنها تكتشف إنها مصابة. هتقول لي ليش؟ هقول لك عشان هتاخد علاج، العلاج هذا يسوي الفيروس تبعها صفر ويمنع انتقال العدوى للبيبي. قد إيش يبغالها تاخده قبل ما تولد؟ 3 شهور بس يصير صفر. يصير صفر. يصير صفر. ويصير صفر والبيبي ما يجيله الفيروس. يعني 3 شهور. طيب ولو أخذته قبل أسبوع؟ نعطي للبيبي علاج وقائي ياخده لمدة 6 أسابيع يمنع وصول الفيروس له بإذن الله. حتى في دراسات تبين إنها لو جات قبل يوم صحيح. من الولادة صح؟ وعرفنا صح. قبل يوم أنت كامرأة حامل قبل يوم فقط من الولادة ولو سويت التحليل نقدر إننا نتدخل قبل ما يوصل للبيبي. هي المشكلة حقتنا إننا ما بنعرف قد إيش يوجع لما تشوف بيبي مولود ومصاب. صح، حقيقي مرة يوجع، وأنا أحس يمكن أطباء النساء والولادة المفروض يتوجعوا أكثر مننا. والله إنه الأم تتقطع مو تتقطع على نفسها إنها مصابة، أقسم بالله على قد ما شفت أمهات والله إنها تتقطع مو علشان نفسها، تقول لك ما هي ما أنا حاخد الدواء، بس هو ليش جاله؟ ياريتني قدرت أمنع إنه يجيله، ياريت إنه ما جاله يا دكتور، ياريت إنه هذا البيبي ولدي ما جاله، ياريت ما في مشكلة أنا والأبو، الأبو يبكي دم علشان جالي البيبي، ما يهمه نفسه بس يبكي دم. وكل المسألة يبغالك إنك أنت تحللي فقط للإتشايفي في خلال فترة حملك فقط، وتاخدي حبة في اليوم فقط. يحتاج إنه الطبيب يكون على وعي إنه يسوي التحاليل هذه في خلال فترة الحمل. والكل يقول وليش أنا أصلا أشك إنه زوجي؟ كنا في البداية صح دكاترة النساء والولادة كانوا، أنا دائما كنت أسأل ليه ما تسووا التحليل حق الاتش اي في للمرضى؟ كانوا يقولوا أول ما نيجي نقول وليش وإنت شاكة فيه ويسوي مشكلة، فعشان لا تصير لنا مشاكل.
ما نطلب التحليل. يا سلام. مع انه لو هذا كانوا هم عندهم الوعي الكافي وعارفين قديش نسبة المشاكل في الأزواج ونسبة الطلاق، معلش صحيح. فما حتفرق إيه؟ انت بتحمي البيبي. كان انا دائما اقول لأي دكتور نسوي ولاده، اصلا حق على البيبي عليك انك تقولي للام، وما يهمك ايش المشكله اللي تيجي من الزوج، شكينا ما شكينا، لا ما يصير تشكوا فيا، ما يصير الام تقول ما يصير تشكوا في، ما له دخل هذا الموضوع. البيبي هذا له حق انك انت تسيله التحليل، علشان احنا باذن الله نقدر نمنع الاصابه حقته. مو معقوله انه دول ثانية توصل للصفر وإحنا ما وصلنا للصفر، مع كل هذه الإمكانيات، مع الأدوية الحديثة اللي موجودة عندنا، مع التحاليل الحديثة اللي موجودة عندنا، ناس ثانيين يوصلوا للصفر، وإحنا نحتاج وعي الدكاترة ثم الدكاترة ثم الدكاترة ثم المجتمع اللي يقول سووا لي تحليل الإيدز عشان نوصل للصفر. إحنا بيكم بإذن الله حنقدر نوصل للصفر. حنطلع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. رجعنا لكم مرة ثانية. معليش بتقول هو الدواء صار كم حبة؟ حبة واحدة. حبة واحدة فقط لا غير. هذه يعني لازم يأكلها بعد الأكل قبل الأكل؟ مرة ما تفرق، يختار براحته الوقت اللي يبغاه، حابب الصباح، حابب المساء، حابب في الظهر، حابب قبل ما يأكل، حابب بعد ما يأكل، ما عندي أي مشكلة. أنا أبغى أردك على يا أخي، أنتوا إيه اللي تبغوا تسهلوا الموضوع صح؟ تبغوا كل البلد يعني تسهلوا الموضوع على إيدي، يصير سهل كذا، تقولوا حبة واحدة ولو علاج. طب سهل لك سهل الموضوع. ليش سهل الموضوع؟ طب سهل لك وقت. أسهلي لي هو. تعرف إنه في إنجكشن أو إبر كمان تتاخد ممكن مرة في الشهر أو مرة كل شهرين، حتى بدون حبوب؟ فقط إبر. بس إبر؟ نعم. إبرة يجي يأخذها واحدة مرة في الشهر أو مرة في الشهرين وخلاص وانتهى الموضوع، ولا علاج ولا شيء ولا حاجة ولا أي حبوب. وفي كمان إبر كل ستة شهور، بس هذه مع حبوب. هذه مع حبوب بس يعني هذا تقدم كل ماله يصير. هو كانت الحبوب مرة كثيرة، كمان أقول لك أسهلها زيادة. سهليها. كمان في حبوب في الأسبوع. حبوب في الأسبوع. نعم. واحدة حبة في الأسبوع، تخيل واحدة حبة في الأسبوع. هذه لسه تحت الدراسة وإن شاء الله النتائج حقتها جدا مبشرة بالخير. فبالتالي يعني كل ما لهم يخترعوا علاجات أكثر، بس هو ما زال البني آدم لازم يأخذ الدواء دائما. صحيح. يصير يعني ما له علاج إلى الآن، ما في شفاء. شفاء ولكن لازم في علاج. علاج يعني الضغط له علاج والسكر له علاج. علاج يعني هذا لو ما كانت في الحبوب اللي ياخذوها الناس كانوا هذول ماتوا أسرع بكثير. يعني لو مرضى السكر الله يكتب لهم الأجر العظيم، مرضى الضغط كانوا قبل وجود الدواء كانوا مرضى السكر يعيشوا من يوم ما تجي لهم الحموضة في الدم أحيانا 3 شهور اللي ما تم اختراع الإنسولين. ما في شيء الناس يقولوا يعني ما له علاج. لا، هي الأمراض تنقسم مزمنة يعني يبغالك تأخذ العلاج دائما، وحادة يعني يبغالك تأخذ العلاج كم يوم ثم يحصل شفاء. ما في شيء اسمه ما له علاج، اسمه هل له شفاء حاد. هو المرض أم مزمن؟ كل الأمراض المزمنة تحتاج أنك تستخدم العلاج، فهو يعتبر مرض مزمن. طيب يعني أنت قصدك أنك برضك تبسط الموضوع؟ نعم. هو الموضوع بسيط. الموضوع بسيط، إحنا ما نبغى نبسطه بس هو بسيط. هو بسيط مقارنة بأمراض كثيرة ثانية، يعتبر هو حقيقة أبسط. يعني في أمراض كثيرة أنا ما بسميها، بس أمراض كثيرة من المزمنة. نعم. علشان يعني هذه لما نقارنها في الطب الباطني نلاقيها هذا أبسط منهم كثير. نعم، مقارنة على قولك بالأمراض الأخرى قد تسبب مضاعفات جدا كثيرة سواء أنت أخذت علاجها أو ما أخذته. هذا يعتبر أبسط منهم. صحيح. دحين حتى كان زمان العلاجات تسوي تغيير في وجه الإنسان، الآن تقدر تعرفي مريض المصاب بالHIV؟ مستحيل. لا يمكن. لا يمكن. زمان من شكله فعلا تعرفه، الآن لا يمكن. مستحيل مستحيل مستحيل, مستحيل. طيب فيصير إيش إحنا نبغى نوجه رسالة للمجتمع يقول له هو ما هو بسيط، بس إحنا نبغى نقول لك إنه له علاج، وبالتالي يبغالك تسوي التحليل صح؟ هو أهم شيء يسوي التحليل. أهم شيء لما تشك تسوي التحليل. نعم، لأنه كل ما اكتشفناه بدري كل ما يكون حتى الريسبونس مع العلاج يكون أفضل. طيب دحين نبغى نقول لي رسالة لأي أحد سوى التحليل وما زال يقول أنا عندي أعراض، ما سويت التحليل وما زال عندي أعراض، إيش عنده هذا؟
يعتمد متى سويت تحليل واحد. سويت التحليل في المدة الصحيحة بعد 6 أسابيع. ممتاز. نوع التحليل كان عبارة عن إيش؟ كان الجيل الرابع. مرة ممتاز. ممتاز. إذن أنت سليم. أنت سليم. أنت سليم. مليون في المية. مليون. نعم. 700 مليون. خلاص 700 مليون. أنت سليم صح؟ صحيح. هذا عنده إيش؟ عنده وسواس. هذا ايوه بصراحه. قد ايش نشوفهم هذول؟ مره كثير للاسف. مره كثير. مره كثير اللي يسووا تحاليل. مره كثير. مره كثير اللي يعيشوا في الوسواس، يعيشوا في صدمه، لانه هو اصلا ما هو انسان يبغى يسوي هذه الاشياء. سوى علاقه جنسيه، يقوم يدخل في دائره اسمها دائره الوسواس. صدمه. صدمه. شيء ما كان متوقع انه يسويه وصار. فالآن لازم يفضلوا للأسف الشديد هذول الأشخاص يعيشوا في مرحلة أنا متى حيجيني العقاب، لازم الله حيعاقبني، متى حيجيني العقاب، أنا سويت غلطة لازم الله حيعاقبني، فالله لازم يعاقبني بهذه الحكاية. فيفضل ما هم صدق، يقول له التحليل سلبي، يقوم يعيدوا. أقسم بالله شفت أشخاص ألوف وألوف خسروا من فلوسهم وهم يعيدوا التحليل، ودمروا حياتهم. والله دمروا حياتهم، طلقوا نساءهم، خسروا أعمالهم، خسروا وظائفهم بسبب الوسواس. تقول له يروح لدكتور نفسي عشان يوقف الوسواس؟ ما يوقف. يروح مع زال يسوي التحليل وهو ما هو قادر. يقول لك أنا شاعر بأعراض. لا يمكن في أعراض وتحليلك سلبي. لا يمكن. صح؟ صحيح. لا يمكن. صحيح. طيب المريض اللي هو مصاب بالHIV يقدر يتزوج؟ يقدر يتزوج. إنسانة مصابة بالفيروس أو إنسانة سليمة تماما. هو يحق للإنسان هذا المصاب إنه يتزوج امرأة سليمة شرعا وقانونا؟ شرعا. نعم. في المملكة شرعا. نعم. وقانونا. نعم نعم. يعني لو يعني فتوى شرعية إنه يجوز له إنه يتزوج امرأة سليمة. صحيح. كلام صحيح مليون في المية. ويقدر يتزوج امرأة مصابة برضو. صحيح. فدحين القانون يسمح له والشرع يسمح له، كيف يسمح له؟ هذا ما هو مخاطرة بالإنسان؟ كل الدراسات أثبتت إنه الشخص المصاب بالفيروس طالما بياخد علاجه ونسبة الفيروس عنده صفر أو غير مقروء فهو شخص غير معدي تماماً. 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 نعم. لا يمكن. هذه دراسات على ألوف وألوف من البشر. علشان تصحيح لي، كان مقطع في السوشيال ميديا طلع من دكتورة كانت بتعلق على حكاية، وبعدين الناس فضلوا يقولوا لها أنا أخصائي، أنا فلان، وشفت بني آدم انتقل بعد ما كان امرأته سليم. لا 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 لا، بياخد الدواء لا. وكيف لو صار عدد الفيروسات 70 أو 100؟ برضو هذا يعتبر صفر. كيف لو نسي الدواء 3 أيام؟ برضو يعتبر صفر. كيف لو نسي الدواء 2 أسبوع؟ زيادة عن كده احنا ما نحب ولا نفضل، لأنه ممكن تزيد نسبة الفيروس. لكن لو نسي إلى أي رقم إحنا نبدأ نقرأ؟ مو في الناس في الدراسات. صحيح. لها أرقام اللي يبدأ. صحيح. ممكن يكون في انتقال. نعم. أقل من 200 عادة إحنا نعتبره صفر. أقل من 200 نعتبره صفر. نعم. WHO في لها statement لها وضحت فيها أقل من 1000. أقل من 1000 يعتبر. نعم. صفر. نعم. علشان بس يعني احنا نوضح، هذا الانتقال ما هو كذا ماك. فيقوموا يقولوا ولا تخلوا البنت ترمي نفسها الى ايش؟ ترمي نفسها الى التهلكة. البنات والاولاد ما هم صغار، كل واحد متعلم، المفروض يعرفوا بيتزوج مين. احنا انا اعرف في بنات يقولوا لهم هذا البني ادم عصبي، هذا البني ادم ممكن يضرب، وهي تصر تقول لك ابدا هذا احسن انسان. في رجال يقولوا لهم هذه المرأة ما هي مهتمة ببيت، يقول ما يهم، وبعدين لما يتزوج يكتشف انه لا، هو مرة يهمه انها تهتم ببيت. فالزواج قرار شخصي، ما هو انت ولا انت. انت لازم تقول لهم العلم. صح؟ العلم يقول يقدر يتزوج. يقدر يتزوج. هو في وحدة ترضى اصلا؟ في كثير. يا كثير كثير شرعا وقانونا كثير. اللجنة الوطنية اللي بتوافق على الزواج كثير الآن، لأنه الوعي أتحسن، الناس عرفوا يعني إيش صفر. نعم. وفي بالعكس كمان تكون البنت مصابة والرجل غير مصاب. صحيح. نعم. وعندك حالات. نعم. عندنا مئات الحالات الحمد لله، اتزوجوا مبسوطين. مئات. نعم. ولم مئات. تنتقل العدوى من الشخص المصاب للسليم الحمد لله. صفر. صفر. فبلاش يا الله يخليكم، اللي بيعالجوا هذول بيعالجوا ألوف. طيب مئات زوجناهم، الانتقال صفر. الانتقال للأبناء صفر.
صفر. كم من مريضاتك اللي هم مصابات بياخذوا الدواء انتقل لاولادهم الجدد؟ صفر. صفر. نعم. من يوم ما بداتي؟ نعم. صفر الى الان. 10 سنين؟ اكثر. 12 سنه؟ اكثر. كل مريضاتك هذول اللي ولدوا الانتقال للبيبي صفر، طالما هم منتظمات على اخذ العلاج وفيروسهم صفر. صفر. فنسبه الانتقال صفر. صفر. يعني لا يوجد، عشان لا أحد كذا يدي كذا من كتاب قري راح مجلة وقريها وبدأ يتكلم، ولا أحد يقول والله وأنا كان عندي تجربة شخصية. إحنا بنتكلم على علم، هذول اللي بنعالج هذول المرضى. طيب، في كان شيء في مقطع كمان كان في السوشيال ميديا برضو عن HIV، كان إنه واحد هندي كان في الهند وخبى إنه هو مصاب بالHIV، فلما عرف الدكتور قام ضربه. شفتي هذا في السوشيال ميديا، وهذه كانت فيها إساءة للمرضى. صحيح. هو إيش نسبة أصلا إنه الدكتور اللي يكون بيسوي عملية، هو المريض اللي مصاب بالHIV يقدر يسوي عمليات؟ يقدر يسوي اللي يبغى، كل العمليات، كل أنواع العمليات، وهو يبغاله يسويها في وقت معين؟ يعني يسوي أول المرضى اللي ما هم مصابين بعدين يسوي المرضى المصابين بالHIV؟ المفروض لا. لا، في كل، هل مستشفياتنا الآن كذا تسوي؟ لا، أغلب مستشفياتنا الآن الكبيرة كلهم يعرفوا إنه ما يبغاله. ليه؟ هو يبغاله تعقيم خاص للأدوات. كل شخص له أدواته اللي تستخدم. أيوة. يعني أنا في أي عملية جراحية ما حاجة ألخبط في الأدوات، ولازم في تعقيم بين كل مريض وآخر. لا، بس هو التعقيم حقه زي كل المرضى الثانية؟ نعم. زي كل المرضى الثانية، ما يفرق التعقيم حقه زي أي مريض ثاني، ما يفرق أي، حتى لو كان ما يأخذ دواء، حتى لو كان ما يأخذ علاج، حتى لو ما كان ما يأخذ علاج، طالما الممارس الصحي سواء كان طبيب فني ممرض في حاجة اسمها الستاندرد بريكوشن. أيوة. فقط لا غير، هذا اللي يحتاجه الشخص المصاب بالفيروس والغير مصاب بالفيروس. طيب، يعني أنا بس أبغى أكد على إنه تعقيم المعدات لو كان الشخص يأخذ دواء ولا ما يأخذ، هي نفس نفس التعقيم اللي بيصير لأي شخص آخر، ما في أي فرق. فما يبغاله يتمنع من إنه يسوي أي عملية في أي مكان. دحين لو إحنا السيناريو اللي دائما نعلمه، لو كان في دكتور مع إبرة حادة بيخيط لمريض ما يعرف إنه عنده HIV، تمام، وبيخيط له، هذاك المريض ما يأخذ دواء، أوكي، وراح قطع أصبع المريض وهو دحين في دم في الإبرة، وراحت هذه الإبرة قطعت أصبع الدكتور، تمام، إيش نسبة إنه الدكتور يجيله HIV؟ إحنا نقول 0.3%، 3 في الألف. 3 في الألف. نعم. نسبة الإصابة 3 في الألف، مع إنه دم بدم وقطع هذا نسبة الإصابة 3 في الألف. الHIV من أضعف الفيروسات. نعم. فلو حتخاف تخاف من الكبد الوبائي باء أو جيم. أيوة، لأنه باء 30% بالضبط، وجيم 3%. صحيح. فبالتالي هذا الHIV 3 في الألف. صحيح. 3 في الألف. طيب، ولو كان يأخذ الدواء، لو كان ياخذ ونسبة الدواء، الفيروس صفر، يعني النسبة ما غير موجودة غير موجودة غير موجودة، يعني 3 في الألف قارنها، يعني 3 في الألف وما ياخذ دواء، لما تخيل لما ياخذ الدواء يعني خلاص ما في، يعني ما في دكتور ولا اي ممارس صحي يبغى له يخاف. هو اصلا حتى لو كحف وجهك ولا سوى اي حق لحد يسوي شيء ما يخاف، صفر. يعني فهمت كيف؟ صفر، ما يبغى لها. بلاش أحد يكون هذول اللي ضرب المريض في الهند، هذا دكتور جاهل 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 فقط. هذا اللي أقدر أقوله على تعليقي. أي واحد يتخطى على مريض مصاب بنقص المناعة، هذا دكتور أو ممارس صحي جاهل. نقطع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. رجعنا لكم. مريض الHIV يقدر يشتغل في أي مكان؟ يقدر يشتغل في أي مكان. وهو ما يقدر ينقل المرض لأحد؟ لا، بإذن الله لا. دحين ليه ما يقدر ينقله؟ لو أكلت أنا، طيب أنا معاه في نفس المكان، يمكن نأكل من نفس الملعقة، نشرب من نفس الكاسة. مستحيل يجيك الفيروس. مستحيل. مستحيل. نعم.
ولا حتى لو رحنا الله يكرمك الحمام، ولا لو استخدمت نفس الحمام، طيب، ولا لو شربت في نفس الكاسة، ولا لو استخدمت فرشة أسنانه، ولا 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 ولا. طيب لو أنا كنت امرأة وعندي الدورة الشهرية ودخلت الحمام في دم هذا، نعم، برضو ما ينقل؟ برضو ما ينقل، ما ينقل. لا. لا. طيب والبعوض؟ البعوض ينقل الملاريا. اصلا الفيروس ما ايش البعوض الى الان، انا استصيب الى الان انه ما زال الناس يسالوني اذا البعوض ينقل الاتش اي في، انا نفسي اعرف يعني، سبحان الله. بس ولا البساس ولا الكلاب ولا اي حيوان، لانه ما يعيش جوا الحيوانات، ما يعيش، ولا لو حق خربش ما يصير، مستحيل، ما يجي الاتش اي في. طيب بالنوعيه حقت العلاقات الجنسيه برضو، بس عشان نعرج، التقبيل؟ لا التقبيل ولا العناق ولا الجنس الفموي، المصافحة ولا الجنس الفموي، كلها هذه ما تنقل الفيروس. ولا الجنس السطحي هذا ما برضو ما ينقل الفيروس. الاحتكاك؟ لا، الاحتكاك ما ينقل، ما ينقل برضو، ما ينقل أبدا. اللي ينقل هو يعني علاقة جنسية كاملة. صحيح. ومن فتحة الدبر أكثر من فتحة بكثير من، نعم، أضعاف. صحيح صحيح. طيب قد إيش بيقدروا هذول الأشخاص، يعني الأشخاص المصابين بالإتش آي في، أتغيرت حياتهم على مدار العشر سنين اللي أنت شفتيها؟ هل يعني صارت عندهم حرية في العمل؟ أتغيرت الأشياء اللي صارت؟ يعني لو أنا أبغى أسألك إيش أعظم لحظاتك في 12 سنة اللي فاتت؟ والله أفضل شيء نوع العلاج so far، لأنه صار آثاره الجانبية قليلة جداً. بعدين تاني حاجة الزواج، انهم يقدروا يتزوجوا. انا بالنسبة لي كانت اعظم حاجة شي. اعظم شيء جلسنا صح. انا وانت من 2010 واحنا نوعي لين 2019، كانت يعني من الاشياء المذهلة في حياتي اللي ما انساها في حياتي، دخولي مع اول امرأة سعودية سليمة التلفزيون السعودي عشان تقول ايه وانا راح اتزوج مصاب ولانه ما ينقل المرض. كانت يعني قد إيش تعبنا، الله يجزاهم خير كل اللي تعبوا في وزارة الصحة، اللي ما يكون في تفهم من اللجنة الشرعية علشان شافوا الدراسات، مئات الألوف من العمليات الجنسية الانتقال صفر، فبالتالي وافقوا، صار في قانون، وصار القانون يسمح، وصار لهم حقوق، وصار يقدروا يشتغلوا في أي مكان، وما المفروض يصير تحليل، ما المفروض يصير تحليل قبل العمل يكون فيه تشاهد. هذه مشكلة لسه ما زالت قائمة للأسف الشديد. يعني أنا إن شاء الله حتى في هذا المقطع أتمنى بإذن الله وزير يعني الشؤون البلدية والقروية ووزير العمل إنهم إن شاء الله ينظرون لهذا المقطع مع وزير الصحة، كلهم إحنا نحتاج إنهم يفعلوا لنا هذا النظام اللي هو مقر من مجلس الوزراء، إنه لا يحق لأي مكان إنه يسوي للناس تحليل الـ HIV، ما يحق لهم، لأنه هو ما ينتقل في بيئة العمل، ما يحق لهم. فبالتالي إلى الآن ممكن إنه يحصل في رفض. صحيح. للأسف الشديد في العالم. كتير بيجوا بيشتغلوا مثلا في كافي شوب، يطلع رخصة بلدية، يبقى يشتغل في بنك، يبقى يشتغل في شركة، يبقى يشتغل في كثير أشياء، والله للأسف ما زالوا بيطلبوا التحليل. أنا دحين قالوا لي إنه يحق لأي شخص مصاب بالمرض إذا سووا له التحليل، إذا سووا له التحليل في أي مكان وهو ما يصير لهم إنهم يسووا التحليل له، يحق له إنه يرفع عليهم قضية ويأخذ 100,000 ريال منهم بالقانون. فبالتالي عمل التحليل غير مجاز في النظام إلا في أماكن محددة فقط في النظام الصحي وفي النظام العسكري، غير عن كذا ما يصير. وهو لو واحد أصيب، نعم، هو يتبلغ مكان عمله؟ أبداً. أبداً. مستحيل. لا مستحيل. حتى لو كان عسكري؟ حتى لو كان عسكري ما حد له الأحقية يبلغ جهة العمل. أبداً. أبداً. أبداً بأي حال من الأحوال. مستحيل. لا. طيب والأشخاص اللي الآن يبغوا إنهم يسووا التحليل يقدروا يجوا يسووا التحليل فين لو يبغوا يسووه ببلاش بدون ما يتأخذ لا اسمهم ولا صورة البطاقة ولا أي ولا جنسيتهم ولا أي شيء؟ هذه عيادات فتحتها وزارة الصحة مشكورة، يسموها عيادة الفحص الطوعي والمشهورة، بيعملوا فيها الرابيد تيست اللي هو ما بياخد غير 5 دقائق، 5 دقائق بالكثير، ما نطلب هوية ولا أي حاجة، موجودة مواقع العيادات هذه على موقع وزارة الصحة. ما تطلبوا هوية أبدا، يعني أبداً. لا تقولوا له أنت سعودي ولا غير سعودي، ولا تقولوا له إيش اسمك، اسمك ولا جنسيتك ولا هويتك. نعمل التحليل في سرية تامة، نعمل له كاونسلينج، يعني
نتكلم معاه بالضبط ونتحكى ونقول له كيف طرق الوقاية وإيش أنواع الأمراض المنقولة جنسيا وغيره، ونستنى نتيجة التحليل في 5 دقائق أو 10 دقائق تطلع. صحيح. قد إيش حساس هذا؟ 98 إلى 99%. 99%. وبعد قد إيش هذه تصل إلى النسبة 99%؟ بعد كم أسبوع من العلاقة؟ يعني سويت أنا علاقة علاج كامل بدون واقي أو بواقي، غير كذا ما هي أصلا ما نسوي التحليل. صحيح. لكن لو سوينا التحليل لهذه الحالة 4 أسابيع، من 4 إلى 6 أسابيع. نعم. إلى 6 أسابيع كفاية عادة. توصل 99%. صحيح. 99%. صحيح. حساسية، وما ناخذ لا اسم ولا صورة ولا نحاسب ولا شيء. وحتى لو طلع إيجابي، أيوة، نجلس معه ونتكلم ونشرح له ترى في علاج وترى وترى كل الأشياء اللي حنعملها لك، ولك حرية الاختيار. صحيح. ولد أو بنت. صحيح. وما يصير أي كلام من العتاب في هذه العيادة. مستحيل. هي عيادة توعوية. أيوة. لزيادة الوعي الصحي، وفي نفس الوقت عشان كمان أعلمه كيف يحمي نفسه وكيف يحمي الآخرين. طيب، وانت لو جيت تقولي لأي أحد الآن يعني بيسمعنا قد إيش هذا الموضوع مؤكد إنه والله ما رح نحاسبك في العيادات هذه، ما رح نمسكك، ما رح نسجنك، والله ما يتعامل ولا شيء غير النصح بطريقة حلوة ومقنعة، وفي النهاية الغرض منها مصلحة الشخص. ومجاني. ومجانا طبعا. ومجاني طبعا. وقول أي أحد ولأي شخص كان. طيب. وموجودة في كل مناطق المملكة. نعم. ويقدر يشوفوها في الموقع حق وزارة الصحة. صحيح. طيب، أبغى أسألك بس في آخر يعني سؤال، قديش أهمية، إحنا دحين داخلين على الشتاء، قديش أنت كدكتورة أمراض معدية قديش أهمية تطعيم الإنفلونزا؟ جدا مهم. إحنا ما هو بس للمصابين، لجميع الناس صراحة بصفة عامة، يعني حتى إحنا لنا ككادر صحي وللمجتمع، لكل الناس لازم ياخدوا تطعيم الإنفلونزا. ليش مهم؟ وقاية من الفلو اللي هو الإنفلونزا بجميع السترين، وأصلا كل فترة بيطلع واحد جديد، وحتى يمكن وزارة الصحة بتجيب كل 6 شهور نوع جديد. أي. عشان يكون يغطي كل أنواع الإنفلونزا اللي قد تصيب الشخص. بس أنا أخدته برضو جاتني. حجيك بس. أي. خفيفة. خفيفة. نعم، لأنها قد تؤدي ترى للوفاة الإنفلونزا. أيوة. على الأقل يموتوا تقريبا 600,000 إنسان في السنة في أمريكا من الإنفلونزا، والناس تلخبط ما بين الإنفلونزا، يعني كل شيء يوجع حلقهم ويسد الخشم يقول لك إنفلونزا، بس هي ما هي صحيح. الإنفلونزا واحد نوع، واللي يسبب يعني الخشم ينسد والحلق يوجع فيروسات كثيرة يسموها. قد يكون احتقان، قد يكون حساسية، قد يكون جيوب أنفية، ففي أشياء كثير يعني. فبالتالي التطعيم مهم جدا علشان تخفيف لا سمح الله دخول المستشفى، وتخفيف كمان الإصابة الشديدة، وتخفيف لا سمح الله نسبة الوفاة بشكل مرة كبير، اللي هي ناتجة طبعا من الالتهابات الرئوية. صحيح صحيح. من ضمنها، من ضمن هذه الأشياء كمان في تطعيم جدا مهم أبغى أعرج عليه، تطعيم البكتيريا العنقودية اللي هي تصيب الرئة، النيموكوكل. نعم. هذه من أشهر كمان لكبار السن، مرة مرة مهمة هذه، نظرا لأنهم يجي لهم التهاب في الرئة كثير، وتتخذ التطعيم واحدة مرة كل خمس سنوات. يعني مرة مهم أنك أنت وترى متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة وفي المراكز. أي آخر تطعيم للكبار ما حننساه أكيد يعني بأي حال من الأحوال، آخر تطعيم للكبار مهم جدا عليه حملات هذه الأيام. صحيح. ولانه حقيقه جدا فعال هو تطعيم يعني ايوه صحيح. صحيح، تطعيم الحزام الناري، والحزام الناري من اكثر الاشياء اللي تسبب الم ويعرفوها الناس، فعاليه تطعيم الحزام الناري انه ينشط عندك الحزام الناري تقلله بنسبه 90%، ولو كنت من 10% اللي نشط عندهم برضو مع انهم اخذوا التطعيم يقل نسبه الالم 90%. احفظوا 90 في 90، 90% يمنع نشاطه بإذن الله، ولو كنت من 10% اللي برضو نشط 90% يقلل من الألم اللي ممكن يستمر لمدة شهور. هذه التطعيمات مهمة جدا لكل الأشخاص الكبار، زي ما التطعيمات كانت مهمة للصغار، بالتطعيمات احنا نسينا أشياء كثيرة كانت موجودة ممكن تكون في المجتمع، من ضمنها الجدري وشلل الأطفال. حنطلع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم لصحة قلوبكم، قلوبكم
أهم شيء يقول لك في الإنسان القلب. القلب هذا شيء فتاك صح؟ أهلا وسهلا ومرحبا. أنا معايا الدكتور سراج أبو النجم، استشاري الأمراض القلب والعلاجات التداخلية، يعني يسوي قسطرة، ومتخصص ما شاء الله تبارك الله في كذا حاجة جوا القلب. واليوم جبت لكم واحد علشان يعني إيش، شوفوا زي ما أول بتول شافت مرضى مصابين بالHIV، هذا شاف مرضى كل يوم، كل يوم يشوف مرضى عندهم مرض قلب وجلطة حقت قلب كل يوم. فبالتالي هو أكثر واحد يقدر يقول لنا، لأنه طلع فيه كذا بوست فايرال وانتشر من شخصية من خارج السعودية، مكتوب دكتور، ما هي دكتور، ما هي طبيب، دكتورة، يعني ما تعالج، تعالج بالمكملات. فالمهم هذه للأسف الشديد بحكم إنها دكتور، فحطت دراسة وقالت إنه الكوليسترول هذا ما يأثر على القلب، لا ولا يبغى لكم تأخذوا أدوية الكوليسترول، والله يستر ما تتحمل وزر كل من سيب دواء الكوليسترول بسبب حاجة هي قالتها وجاتها جلطة، وجاته جلطة. حقيقة هذا وزر كبير إنك أنت تتحمل هذه المشكلة. أول شيء أهلا وسهلا، هو من جد الكوليسترول يسبب مشاكل جلطة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. القلب عبارة عن عضلة تتغذى بشرايين. حلو. الشرايين هذه اللي تغذي عضلة القلب، طيب الدم يمشي فيها بشكل انسيابي إذا ما في ترسبات. إيش اللي يترسب في الشرايين؟ والكوليسترول، وأهم شيء يترسب فيه هو الكوليسترول الضار اللي هو اسمه LDL. LDL اللي هي قالت إنه اللي هي قالت منه، إيه بالضبط اللي قالت كذا كذا كذا، وقالت كلام كثير إنه إيش، استنى بس خلنا نفتكر، قالت بالضبط الجملة، يا جماعة لا تخافوا من الكوليسترول الضار، ولا تخليهم يضحكوا عليكم، لا يضحكوا عليكم ترى. والدكتور اللي يقول لك الكوليسترول الضار هذا ما قرأ، وجابت أرتكل ما شاء الله. إيه طيب، أولا هي عممت بشكل عام، ولو للأسف نقلت الأرتكل زي ما هي، أنا ديك الساعة أحترمها أكثر، أو أحترم اللي قالته أكثر. نعم. لكنها حتى قالت بشكل عموم الأرتكل على الناس اللي فوق 60 سنة. البحث هذا أول شيء، أول غلطة، إنه هو على الناس الكبار. أي الناس الكبار في السن اللي ما نعرف هل هم يعني بعد قدر الله سبحانه وتعالى إن هم حل هيموتوا بالقلب ولا بأشياء تانية. نعم. لأنه نسبة الوفاة في الكبار بأسباب كثيرة. صحيح. منها القلب، منها الكانسر، منها أشياء تانية. فما نعرف هل فعلا هل هو الكوليسترول ولا شيء ثاني. نعم. ثاني شيء، الاستادي هذه طلعت في جورنال الدراسة. أيوة. الدراسة في مجلة BMJ Open، يعني مفتوح الأكسس حقها، أي حد يقدر يخش عليها. أيوة. طيب في نوعين من BMJ، في BMJ العادية الأوريجينال. أيوة. وفي BMJ Open. BMJ Open هذه الإمباكت فاكتور، اللي هو الأشياء اللي بتقيم بيها الجريدة، يعني إنه يكونوا في ناس يقروا هذا البحث اللي يترسل. بالضبط. أيوة. هذا 3 فأقصى حدود. BMJ العادية 107. أي يعني كمية تحكيم الناس اللي بيقروا البحث عشان يتأكدوا أنه صحيح في المجلة الأساسية حقة البريتش ميديكال جورنال، اللي هي المجلة البريطانية للطب. بالضبط. أو للطب. أيوة. هذه تقريبا قوتها 100. لو جينا قلنا الدراسة اللي منشورة في هذا البحث، القوة حقتها 3 يعني هي أصلا تعبانة. ثالث حاجة، المشكلة في الارتكل نفسه. الارتكل نفسه هو جاب مجموعة، اختار مجموعة من الدراسات. أيوة. طيب وحاط فيه حاجة نسميها مين اللي يدخل فيها ومين اللي ما يدخل في الدراسة. تمام. ما هي واضحة في كل شيء، يعني على كيفه، جاب الدراسة دي حط اللي يدخل فيها هنا، وجاب الدراسة دي وحط فيها اللي يدخل فيها هنا. أيوة. فهذه واحدة من العيوب اللي أول ما أشوف الأشياء دي أقول الدراسة دي أجنبها. وهذه الدراسة من زمان أنتوا أصلاً مجنبينها، يعني عارفين إنه هذه فيها مشاكل مرة. فيها مشاكل وما ما ما بنعترف فيها. حتى ترسل الفيديو ده والمجلة للجروب حق الجمعية القصر السعودية، وقاعدين بنعلق وبنضحك إنه كيف الناس يعني تتجرأ وتطلع تقول كلام حتى ما تنقل الدراسة نفسها بنفس، يعني تقول كلام. الخطير في الموضوع انه قالته بشكل عام. أيوة. يعني لو جات قالت انه الدراسة دي كذا 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 وفوق الناس ال 60 سنة والناس الكبار في السن، على الاقل احترم اللي قالته، لانه نقلت الدراسة نفسها، لكن عممت بشكل عام. ما ينفع الدراسة دي غير الناس الثانية. وانا حقيقة اصلا ما ابغى اجيب اسمها بسلامتها،
من خير الناس، لكن ما بجيب اسمه عشان لا ينشهر زيادة الموضوع، لكن هي حقيقة هذا للناس اللي شافوه، هذا ردنا على الناس اللي شافوه. لازم يعرفوا إنها هي ما هي طبيبة أصلا، ما هي طبيبة حق القلب، ولا هي أصلا وعممت، والدراسة اللي جابتها جدا سيئة. أنا بالإضافة لأن ما بدي أبغى أتدخل في حكاية أي شيء ثاني، لكن حقيقة الدراسة سيئة، الدراسة سيئة. أنت كل يوم تشوف مرضى كان لك وصف جميل، كيف تقدر توصف الكوليسترول لما تشوفه في الشريان؟ يعني هو الكوليسترول كده حاجة لينة طرية، كيف الكوليسترول؟ الكوليسترول هذا يبدأ زي تراكمات كده في البداية لينة على الشريان، يبدأ كده يترسب شوية 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 شوية، مع وجود الالتهابات كعامل مساعد مع الكوليسترول، هذه الطبقة اللينة اللي في الشريان تبدأ يصير لها زي التمزق، تيجي الصفائح عليها شوية شوية، الصفائح دي حاجة في الدم كده تمشي تيجي تترسب فوق الطبقة دي، وفجأة شوية تتكون جلطة تقفل الشريان، تصير جلطة في القلب. أيوة، ولما تجي أنت تبغى تفك الجلطة، أيه، قد إيش تشوفها هذه حاجة لينة ولا؟ في الجلطة الحادة حاجة لينة. أيوة. لينة جدا. أيوة. مسلم تكون شيء مزمن، حاجة لينة بسرعة. والمزمنة؟ المزمنة لا، هذه تراكمات سنين. أيوة. تراكمات سنين شوية 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 من الناس اللي ما بيرضوا يأخذوا الأدوية بشكل مستمر. نعم. الناس الآن تأثير الكوليسترول حاجتين. كرقم واحد وكمدة. كمدة. كل ما زادت مدة تعرض الشريان لكوليسترول ضار عالي، كل ما زادت احتمالية جلطات القلب وجلطات الدماغ، وهذا مثبت علمي بدراسات كثيرة في كثيرة جدا أحسن المجلات. أيوة. أسمي لك هي كلها، جامعة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، بي إم جي، لانسيت، هذه كلها مجلات تعتبر زي ما تقول وأدوية. أيه. الكوليسترول قد إيش هذه تخفض من نسبة إصابتك بالجلطة؟ يعني هذه مثبتة علمية، هذه مثبتة علمية. أنا هقول لك رقم. أيوة. في كل ما نزلت الكوليسترول الضار برقم 40 بالوحدات اللي إحنا بنتعودين عليها أو بواحد ملي مول، كل ما قللت نسبة جلطات القلب والدماغ بنسبة 20% في خلال سنتين. 20% في سنتين. أيوة. لو قللته 40 بس 40، يعني كان 180 نزل 140، نسبة نزول نسبة احتمالية هذا 20%. 20%. ثانيا، أدوية الأدوية حقة الكوليسترول مثبتة علميا في دراسات كثير، واحدة منها من الدراسات اضطروا أنهم يوقفوا الدراسة لأنهم شافوا على طول النتائج. يعني هم لما إحنا يجوا يسووا دراسات يقولوا، يقولوا إحنا راح نتابع الناس لمدة 5 سنين. بالضبط. فيقوم أحيانا تطلع نتائج مذهلة لدرجة إنه ما يقدروا يكملوا، يعتبر اللي قال إنه هو يكمل. أيوة. يقوم يوقفوها قبل 5 سنين. الآن الناس تقول لك طب أنا إيش فائدة دواء الكوليسترول؟ دواء الكوليسترول مش بس يقلل الكوليسترول. أيوة. هو بيقلل الالتهاب اللي ممكن يصير مع الكوليسترول اللي يزود الجلطات. أيوة. فالناس ما هي فاهمة، أنا ما عندي كوليسترول، طب أنا كوليسترولي كويس؟ لا، في شيء تاني عامل مهم جدا يقلل من الجلطات. لدرجة يعني إحنا حقون الأمراض المعدية إيش نقول دائما؟ نقول إنه إذا جاء بني آدم دخل العناية مركز عشان عنده التهاب في الرئة وكان على دواء الكوليسترول، كمل دواء الكوليسترول، لأنه دواء الكوليسترول يقلل الالتهاب، يعني يحسن الحالة حقة المريض اللي مصاب بالتهاب رئة، يعني ما له دخل بالقلب أصلا. فنقول لا يوي، هذا دواء الكوليسترول كمله علشان هو يقلل من قوة الالتهاب داخل الجسم. دواء الكوليسترول له حاجتين زي ما بيقول سراج، له إذا قلل الكوليسترول يقلل الالتهاب، لا حد يقول لك شيء تاني. الشيء الثاني اللي بقوله كمان بالنسبة لموضوع الكوليسترول، الناس تخاف من كذا شغلة، بس اللي دائما الناس تخاف منها، واحد إنه الكوليسترول مهم جدا للدماغ، فلو أبغى أقلل الكوليسترول حيجيني زي الخرف أو الألزهايمر. أيه. الدراسات أثبتت إنه هذا الكلام غير صحيح وما في فرق، فالآن من هذه الناحية آمن. الناس اللي كمان بيتقالوا اللي هو عن طريق الواتساب وعن طريق مش عارف إيش، وصحابي قالوا لي وهذا قالوا لي، طبعا أنت عارف واتساب دكتور واتساب. أيه. هذا مشكلة. فالشيء الثاني اللي هو آلام العضلات، هذه كثير يشتكوا مثلا، يشتكوا منها. أيه. بس أنا أبغى أقول لهم حاجة، في أدوية بديلة، في أشياء بديلة، في أدوية أقل عنف من أدوية تانية، وفي أدوية أقل من السايد افكتس أو الأثار الجانبية، وفي الآن إبر جديدة ممكن الإنسان حتى يأخذها كل 6 شهور. إبرة واحدة يأخذها كل 6 شهور وخلاص. وما عندها أي سايد افكتس بالذات للعضلات. فالناس أغلبها يا تسمع كلام الألام حق العضلات أو الألزهايمر الخرف فيوقفوا الدواء. أيوة. ومن غير استشارة الطبيب، عن طريق دكتور واتساب. صحيح. طيب بس أبغى أكد على حاجة، يعني الآن الأدوية حقت الكوليسترول إحنا عرفنا لها أشياء كثيرة، وعرفنا إنه في كمان تطور العلم فيها.
طيب ابغى اسالك على زيت الزيتون، يقولوا زيت الزيتون هذا يقلل يدي الكوليسترول الكويس، يقوم يقلل الجلط. اوكي، زيت الزيتون، زيت ملعقه الزيتون في الصباح، زيت السمسم ملعقه في الصباح برضو، ايوه كل حد بيتسائل فيه. لا زيت السمسم هذه مشكله ثانيه، بس المهم زيت السمسم، لا عشان انا دوب زيت السمسم الاسبوع اللي فات جاي يعني عشان الكحه، فدحين زيت السمسم انت زودت اللي هو كمان عشان الكحه. ايوه، لانه امس سالت عن زيت الزيتون وزيت السمسم. انا احب اختصرها بشكل، لو حتستخدم زيت الزيتون كبديل الزيت العادي اللي هو نعرفه الزيت الحيواني، هذا كويس ممتاز. ليش؟ لانه ما في زيوت الدهون المهدرجه. ايوه، لانه زيت نباتي. تمام، لكن انك انت تاخده كده، ايوه، تصفه كده بالملعقه كل يوم الصباح عشان ترفع الدهون الكويسه، غلط، لانه هو حيرفع لك الدهون الكويسه والدهون الثلاثيه والدهون الضاره كمان. والان اصلا ارتفاع الدهون الكويسه، الدهون اللي هو نسميه الكوليسترول الحميد، ايوه، ارتفاعه الكثير ما هو كويس، ما هو ما هو ما هو مثبت انه صار ما افشل، او خلينا نقول انه ما هو بديك زي ما كنا زمان نعتقد انه هو كويس للقلب. أيوة، ما له الفائده يعني بالعكس. احنا كان في عندنا، معليش بس يسراج عشان نرجع مره ثانيه نسوي مقطع ثاني، الكوليسترول في ثلاثه انواع دائما لما يجوا في التحليل، بس عشان الناس في لو ال دي ال اللي هو الضار، منخفض الكثافه، اي منخفض اللي يسموه الضار، بعدين في العالي الكثافه اتش دي ال، هذا اللي كانوا يقولوا عليه كويس، ايوه، وبعدين في الدهون الثلاثيه يسموها ترايجليسرايد. ولما يجينا الكوليسترول في التحليل هذا مجموعة ثلاثة. مجموعة ثلاثة. طيب دحين الكوليسترول عرفنا هذا ال LDL مشاكله، وعرفنا انه يبغى له علاج. ال HDL دحين اللي قالوا عليه كويس يحمي القلب، طلع ما مو مره يحمي القلب. ما يحمي القلب. هذا كيف يزيد اصلا؟ يزيد اكثر شيء بالرياضه رقم أكثر. واحد. وناس كثير يزعلوا انه واطي. ايوه، لانه اول شيء طبعا هو جينيتكس، يعني اكثر شيء منه هو وراثي، كيف الانسان يقدر يكونه اكثر من غيره. هي، يعني بتشوف مثلا، بشوف انا ارقام الناس اللي هو عالي مره، وليش عالي؟ ما بتسوي رياضه، ما بتسوي شيء. تمام، وفي ناس لا، مهما يسوي رياضه تلاقيه شويه مرتفع. طيب، فهو الارتفاع البسيط ده بيصير بالرياضه، في اشياء ثانيه تسويها احنا ما نقدر نقول الحين زي الكحول مثلا. تمام، الشيء بعض الادويه ممكن تزوده، زي اللي بنستخدمها بعض الادويه تزودوا بنسبه بسيطه. تمام، بس حتى زيادته الان احنا ما نطالع فيها، ما ننتبه لها، ما ننتبه. طيب، والدهون الثلاثيه اجل قد ايش تخوف هي كمان تركب؟ أيوة على تخوف، ايوه، اي شيء الدهون الثلاثيه لانه زيها زي ممكن يترسب في الشرايين. طيب، وتساعد على زياده الالتهابات اللي مع الكوليسترول الضار مشكله، بالاضافه ان زي ما انت عارف الدهون الثلاثيه ممكن تاذي البنكرياس دايركت. طيب معليش، انا بس عشان كمان ابغى اضيف معلومه هنا في الكوليسترول. أيه، دحين المنخفض الكثافه هذا اللي قلت عليه بطال ال LDL، هذا احيانا الناس يقول لك والله ما اكل دهن. الترايجليسرايدز احنا نقول الدهون الثلاثيه احيانا ترتبط باللي ناكله. أيه، وال LDL احيانا ما يرتبط باللي تاكله، من جد صحيح في ناس ما تاكل اي حاجه تكون ترفع وما زال يرتفع عندها الكوليسترول الضار، صح؟ يس، اكيد. انا بقول الكوليسترول الضار ال LDL 80% بيتكون من الكبد، ما له علاقه باللي انت بتاكله. جينات 80%. عند ناس تلاقيهم عالي جدا، وتلاقي خليني اخذ مثال، انا باكل اكل صحي وبسوي رياضه كل يوم ما زال عالي جدا، وتحتاج له دواء، واحتاج له دواء باخذ دواء. تمام، الشيء الثاني في ناس تشوفهم مهملين في الاكل، اكلهم اغلبه جونك، كله سيء، برجر بيتزا برجر والاشياء دي، وتلاقي الكوليسترول ضار حقه مخفض لانه وراثيا هو كده. هو وراثيا ف 20% بس يتحدد بالاكل، عشان كده الناس طلعت قبل فتره وما زالت موجوده، كل اللي تبغاه ترى الاكل ما يزود الكوليسترول، والناس يضحكوا عليكم. هم ما ضحكوا عليكم، ما حد بيضحك على احد. 20% اصلا ما يعلم الكوليسترول مهما اكله. طيب، الثلاثي لكن ممكن انه ينزل لو انت انتبهت لاكله. ايوه بالرياضه والاكل الصحي ينزل الثلاثي. الثلاثي ينزل، ايوه الثلاثي ينزل بالاكل وبالدايت. أيه، لكن هذا طيب. بس ابغى اعرج دحين، ما دام احنا خلصنا الكوليسترول، للشيء الثاني ولا طيب اجل حنطلع أوكي. فاصل ونرجع لكم. اوكي، حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم. طيب يا سراج، ايش من الاشياء الثانيه اللي انت تواجهها في الجلطات الناس عندهم فهم غلط؟ الضغط مثلا على سبيل المثال،
هل من جد الضغط النفسي ولا عدم الاهتمام بارتفاع الضغط؟ يعني ما تأخذ هذا قد إيش يأثر يجيب الجلطة؟ الاثنين. الجلطات بس جلطات القلب بالذات ممكن تحدث في أمراض الضغط العالي لأنه بيزود تصلب الشرايين وبيخليها تقفل أسرع. أيوة. الشيء الثاني الضغط النفسي. الضغط النفسي نفسي. يعني لما كانوا كذا مثلا يجيبوا في الأفلام يعني واحد زعق على أهله وضارب ممكن يجيله جلطة بسبب مضاربة. ممكن يصيروا جلطة وهذه وكمان نشاهدها أكثر شوية في السيدات. تجي لهم جلطة من مضاربة. من مضاربة ممكن مضاربة وخبر حزين لا سمح الله تجيهم جلطة. وفي مرض معروف اسمه متلازمة القلب المكسور. أيوة. وهذا أكثر عند النساء. تجيهم خبر سيء أو يكونوا معصبين أو زعلانين وتصير وفجأة يصير في زي ما يقول هرمون الأشياء اللي تزود الضغط ونبضات القلب. أيوة. بسرعة ممكن تؤدي إلى جلطة في القلب وحتى نضطر نوديهم الإسعاف ونسوي قسطرة عاجلة. فهذا قد يحدث. طيب. الضغط النفسي عامل مرة مهم لأنه الضغط جداً النفسي مهم. حاجتين. أول حاجة الضغط النفسي له ارتباط كثير بالالتهاب اللي يزود الجلطات. سبحان الله. أيوة. يعني الإنسان اللي دائما ستريس 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 لقي أصلا علامات الالتهاب شوية أكتر. أيوة. زي ما أنت عارف الوس. أيوة. الشيء الثاني بيزود الضغط زي الشيء الثالث بيزود الكورتيزول. فكل هذه الأشياء وطبعا الكورتيزول حيزود السكر وهكذا والكوليسترول مش الكوليسترول يعني بيزود الالتهاب اللي بيساعد الكوليسترول إنه يصير فيه تمزق في الطبقة اللي جوا الشريان. تمام. فهذه كلها عوامل قد تؤدي إلى جلطات في القلب وبنشوف حتى يعني أعمار صغيرة مو بس أعمار كبيرة. طيب معليش قد إيش مثبت إنه الدخان يؤدي إلى جلطة حقة القلب؟ 100% 100% مثبت ما في طيب كلام. والأرجيلة نفس الشيء. والفايب نفس الشيء. كله زي بعضه. كله زي بعضه. ما في إيه دائما بتسأل أنت تدخن؟ لا والله ما أدخن. أقول له ما أدخن بس فيب. كم مرة في اليوم؟ أوه طول اليوم. إيه. ترى أنت أسوأ من المدخن. أنت أسوأ من المدخن. أسوأ من المدخن ترى يعني. يعني مش مدخن أنت سوبر مدخن. إيه. وحتى اللي أرجل يعتقدوا إنهم هم ما يدخن. إيه لا أنا ما أدخن بس أرجلة في اليوم هي نفسها. بس هي نفسها. أي. يعني لا تقول لي واللي يقول لك إنه أنا قللت الدخان يعني. انا ما ادخن بس قللت الدخان. طيب انت عارف اصلا كلمه تقليل الدخان هم عاده اغلب الناس يقول لك انا قللت من بكتين لبكتين. هو اصلا اللي يدخن 5 سجاير في اليوم يعتبر هيفي سموكر اوريدي. اي واحد يدخن 5 5 واكثر هذا هيفي سموكر فخلاص. ايوه هذا هاي ريسك. حتى انتم قيمتوا اللي يكون جالس بجنب اللي ارجل ايوه لانه بيدخل عليه المواد الضاره كلها بالذات على الرئه كمان. أيوة. وهذه المواد الضاره اصلا بتساعد على الاكسده. أيوة. في جوة الشرايين فهي كلها أنا دائما أقول المتزوجين اللي يكونوا يدخنوا أو واحد فيهم يدخن لا ينسى نفسه إنه هو يعني بيضر اللي معاه. أيوة. سلام سلام يعني. أيوة. سلام عندي مرضى كثير كذا. أيوة. يكون الرجال بيدخن طول اليوم ومرته هي اللي تجيها الجلطة. سبحان الله. طيب أبغى أسألك قد إيش من الأشخاص يعني دحين في كثير من الأشخاص يستعملوا الأدوية القلب أدوية كثيرة الله يكتب لهم الأجر فيقوم يقول لك يا أخي والله طفشت شيل لي حاجة. قد إيش تواجه هذا في العيادة؟ كل يوم شيل لي حاجة. فأنا دائما أقول له شوف بالذات مرضى القلب والشرايين. أيه. في دوين ما أقدر أوقفهم خلاص. أيه. الباقي يعتمد عليك. حاول أنت تزبط السكر تسوي رياضة قلل من أدوية الضغط زبط الملح لكن الدوين الأسبرين ودواء الكوليسترول ما أقدر أوقفهم خلاص. ما تقدر توقفهم. ما أقدر أوقفهم طالما أثبت إنه عندك مشاكل في الشرايين حقة القلب. أيه. لأنه هدول بالإثبات لازم يأخذوا مدى الحياة. طيب. لأنه يقلل فرصة هذا. بعض الأدوية الثانية لا أدوية السكر ممكن توقف أدوية الضغط ممكن توقف إذا المريض ساعد في هذا الموضوع. يعني ساعد يعني نحف. ايوه نحف يعني نحف وسوي غير اللايف ستايل حقه ممكن. وعندي امثله كثير في ناس كثير عندي في العياده وقفوا ادويه الضغط وفي ناس وقفوا ادويه السكر. تخيل انا اعرف ناس السكر التراكمي حقهم 12 خلال سنه وصل 5 تعرف علشان يعني لا يعني دائما احرم زي ما انت قلت انا عندي كوليسترول انا دحين اقدر اقول انا كنت يعني من 2010 الين الكورونا انا كان عندي سكر وضغط وكوليسترول فكنت السكر استخدم له 200 وحدة انسولين في اليوم بالاضافه الى 3 أدوية حق السكر وادويه الضغط وادويه الكوليسترول يعني فاكر لما كنت في المكتب اي لا يعني زمان كان يشوفني لازم هذا قبل الماكدونالدز لازم الانسولين الكميه الكبيره عشان اقدر اكل ماكدونالدز عشان كنت دائما حافظ على سكر التراكمي اهم شيء كان عندي اني احافظ على سكر التراكمي ما كنت ابغى انحف سبحان الله لما نحفت الحمد لله يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد اللهم ثبت انا الان ما استخدم اي دواء فايوه صحيح هذا يعني فضل من الله كبير شكرا لتواجدك معنا احنا حنطلع فاصل ونرجع لكم
شكرا، شكرا جزيلا. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. ورجعنا لكم مرة ثانية. احنا الآن بحكم انه يعني الدكتور سراج قال الضغط النفسي يسوي هذه المشكلة، فإحنا كنا نبغى نعرف في الاعتقادات. اليوم كلنا طوال الحلقة احنا نجيب ناس تعتقد في أشياء، يعني خلاص هم مؤمنين إنها تشتغل، وأنا دائما أقول اللي مؤمن إنه يشتغل الشيء يشتغل الشيء، يعني اللبان اللي يشتغل إنه يودي الاكتئاب يودي الاكتئاب، واللي يشتغل زيت السمسم حيودي الكحة يودي الكحة، خلاص خلاص. بس احنا يعني بنقول الدراسات اللي موجودة إن هذه ما أثبتت وهذه ما أثبتت، بس اللي مؤمن إنه يشتغل يشتغل. هو كيف الناس كده تؤمن؟ يعني تؤمن إنه إلا والله هذا الشيء يودي هذا الشيء. شوف يعني بضح إن الإيمان القوي يعمل حاجة اسمها بلاسيبو في الدماغ، يعتقد زي مثلا في البحوث لما مثلا نعطي سكر لمرضى الاكتئاب ويحسب انه هذه انتي ديبرسنت، او حتى ما نضطر نعطي سكر. انا عملائي لما يروحوا لطبيب ويديهم دواء شو اسمه اكتئاب انتي ديبرسنت، يجوني خلال يومين وما في اي ما في شيء اثبت علميا انه خلال يومين اي دواء يشتغل، لا يحتاج اسبوعين دواء الاكتئاب. ولكن اقدر اقول اكثر من 0.5% من عملائي يجي يقول من اول اسبوع، من نصهم يا دكتور تغيرت حياتي، انا عمري ما حسيت بالمشاعر هذه. فهذا نسميه بلاسيبو، بحيث انه يعتقد الدماغ انه هذا الدواء يكون فيه له الشفاء نقدر نقول، ويبدا اصلا الانسان يبدا يحس انه اوه انا تغيرت وكذا. بعض الاحيان هذا الشيء يكون كافي، واغلب الاحيان يكون غير كافي ان هو نقدر يكمل، يعني النتيجه هذه تكمل. فلما انا يجي عميل عندي يقول لي قبل الاسبوعين يجي يقول لي والله انا حاسس ان حياتي تغيرت، وانا ترى لي سنين عمري ما حسيت، انا ما اعرف ليه ما اتخذت هذا القرار اني ابدا ادويه. فانا هنا محتاجه انبهه انه لا، ترى اللي صاير معك شيء اسمه بلاسيبو. ايوه انت السبب. ايوه انت السبب. وهذا الشيء كمان مره كويس انه يبين لك قديش معتقداتك لها اثر على نفسك وعلى صحتك. صحيح. فالناس تيجي تقول لي كيف تقولي انه الافكار السلبيه ما تاثر علي؟ انا اجي اقول لي ان الفكره السلبيه فقط فكره. فهنا نرد على انه الفكره السلبيه لو ما صهرتك، فاكر متكلمنا عن الصهار، لو ما صهرتك فهي فقط فكره. ولكن المشكله متى يبدا ياثر علي؟ لما اجي انا اعتقدها وابدا انصهر معاها وابدا اتصرف انه هذا الشيء انه حقيقي. أيوة. انها ما هي فقط فكره. لكن انت ممكن انك تنصهر مع فكره زي دحين، ما باخذها الانصهار، بس يعني دحين كل اللي مؤمنين بحاجه انها تشتغل حتشتغل لهم، خلاص تشتغل لهم. أيوة. انا دائما اقول هو على حسب ايمانك، يعني انا اشوف انه الله سبحانه وتعالى قال في يعني في القول انه انا ظن عبدي بي. وهذا يدلل على قديش أهمية الفكرة. الناس اللي عبدوا الأصنام يعني كانوا صحين، صح، يعني يكفي إنه في الصنم قال لهم سيدنا إبراهيم كبيرهم، أسألوه قالوا لا يا بني هذا ما يتكلم، قال أجل كيف تعبد أحد ما يتكلم؟ قالوا لا إحنا دائما كذا، إحنا دائما كذا. فالمعتقدات هذه اصلا يعني انا يعني ما في فايده انه انا ادخل مثلا مع العميل في نقاش. لا ايوه، لانه عاده تكون حقيقي مره متاصله، ما في فايده. انا 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 مهم عندي اعرف انه هذا الشيء كيف بيحركه، وهل شغال معه يا ابني؟ لو شغال معه وما بيضره ممتاز نكمل في الموضوع ده. صحيح. ولكن هي المشكله ايش اللي يصير لما هو الموضوع يضره؟ لما تبدا الكونسبيرسي ثيريز، هذه الافكار هذه تبدا تضر الشخص. صحيح. لأنه هذه مشكلة مرة كبيرة. طيب دحين هي نفس المعتقدات هذه أحيانا تكون شديدة حتى ما بين الأشخاص اللي يعملوا في مكان واحد، اللي متزوجين يكون فيهم واحد مؤمن بفكرة إلا هذا، ويقوم الثاني يعيب له فيها، هذه تحصل مشاكل كبيرة. صح طبعا، لأن المثال اللي قلت إنه واضح إنه واحد يعتقد إنه شيء صح والثاني يعتقد شيء خطأ، وهذا شيء نقدر نشوفه مثلا في السوشيال ميديا. أيه. كان بيصير مثلا نقدر نقول آخر فترة قعدت أشوف بحوث إنه هل الموضوع الكونسبيرسي ثيريز هذه الأشياء إنه بدأت تزيد آخر فترة ولا لا؟ لأنه مثلا نقول مثلا ناخذ مثال موضوع الكائنات هذه الالينز، ايوه اللي بتنزل من الفضاء، بتنزل من الفضاء. هذه اي شخص زمان لو جيت قلت انه هو راح وجاء جاله انكاونتر، جاء انه واحد اتكلم مع واحد شو اسمه من الفضاء، تقول عليه انه هو انسان يعني قريب انه يكون مختل، يعني او عنده خلل في عنده خلل محتاجين نعالجه. نعم. طيب دحين لا، ما تقدر تقول، ما تقدر تقول. أيوة يقول لك انا شفته. فهذه المواضيع خلت الناس عندها شويه ما عندها ثقه،
فصايرة حتى الثقة للناس اللي هم المسؤولين والثقة في الدكاترة فجأة تحركت. الثقة في الدكاترة مرة تحركت بعد كوفيد. صحيح. لأنه كثير ناس كان عندها وقتها احتياج لما جاء كوفيد، الناس محتاجة إنها هي عندها احتياج إن هي تبغى جواب. أيوة. وهم ما اكتشفوا إنه ما يطلع الجواب بسهولة في الطب. هذا الطبيعي. وبسرعة ما هو. هذا الطبيعي. ما كانوا يعرفوا إنه طبيعي. فلما صار ما في جواب. فجول الناس قاموا يحطوا أي أجوبة، واحتياجك أنت البشري إنك تلاقي جواب خلاك تؤمن إنه من هو إنه 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 من خفاش أو من أشياء هي اللي قال، أو إنه هو صنع في مختبر اللي هو مثلا أثبتوا إنه هي ما هي موجودة مثلا. صحيح. أو إنه هو التطعيم إنه بينعطى جوة ال إنه فيه له فيروس جوة، أو إنه هو يتحكم في الDNA. هذه المعتقدات اللي هي أثبت إنها ما هي صحيحة، ولكن الناس حقيقي آمنت فيها مرة بقوة. أيوه. لدرجة إنه في ناس مثلا في الشركات ترى، ما يعني هذه أخبار كانت برا، مثلا في الشركات حق التطعيم في ناس جوة الشركات كبت التطعيم. أيوة. وسوت مشاكل. صحيح. صحيح. وزي اللي صار مثلا في يعني صار كتير يعني مشاكل زي كده وقت كوفيد، إنه الناس حقيقي آمنت. والمشكلة إيش اللي صار في موضوع السوشيال ميديا؟ أنت دحين كسوشيال ميديا مع الألغوريثم، أنت لو بديت تتابع إنه أنت مثلا تؤمن إنه الكائنات الفضائية موجودة، يقول كل شوية يطلع لك واحد، كل شوي تطلع لك الاشياء اللي هي مطابقه. أيه. انه فتبدا انت ما بتشوف، فبتشوف كل شيء اللي هي تؤكد اللي نظريتك اللي ما تؤمن بها زياده طبعا. أيه. لانه كمان غير كده انت عندك احتياج، غير قلنا احتياج الاول انه انا عندي احتياج انه انا يكون لي اجابه، انا عندي احتياج انه انا ابغى اكون اللي انا المميز اللي انا ما حد غيره، انا عندي معلومات ما حد تاني عنده اياها. صحيح. فانا اعرف شيء ما حد يعرفه. أيوة. انا عندي معلومات اضافيه ترى. أيوة. انت ما تعرف انه انا ترى بتابع شخص هو بيعطيني فهذا الاحتياج انه انا اكون مميز. طيب بعض الحين يخلي الناس ان هم يصدقوا هذه الاشياء اكثر. ايوه صحيح. يعني انت علشان كده تخلق المعتقد، يعني صح. انت خلاص من كثره ما دحين السوشيال ميديا يدولك نفس اللي انت بتشوفه، وكل شويه مقاطع في نفس الموضوع، تقوم انت خلاص تؤمن انه انت والله انا اعرف مره كثير وانا اعرف اكثر من اي احد. أيوه. والفكره حقتي هي صح مره تماما. أيوه. وهذه ممكن تاثر حتى على العلاقات، لان دحين طلعت موضه يقول لك لا هذا البني ادم اللي يؤمن بكل الاشياء وخلاص هو دائما صح نرجسي. دحين هذه طالعه موضه حكايه هل انت نرجسي انا نرجسي. هو النرجسي الشخص اللي هو النرجسي عادة هو هو شخص عنده إحساس إنه هو جدا مهم، وعادة هو يسعى إنه هو يأخذ الاهتمام وآراء الناس بالنسبة له مرة مهمة. وفوق هذا تعريفه يعني إيه، وهذا نقدر نقولها تعريف بشكل مرة مختصر. وهو عادة هذا الشخص النرجسي عادة تحت القناع هذا اللي هو مرة واثق من نفسه، هو شخص حقيقي ما هو فاهم لمشاعره، وكمان مرة عنده صعوبة إنه هو يتعاطف ويفهم مشاعر الآخرين، فهو إنسان متوحّر حوالين نفسه. فطبعا الشخص لقوا انه ايوه البحوث لقوا انه الناس النرجسيه هم اكثر احتماليه هم يصدقوا الاشياء دي اللي هي ما لها اي اثبات، الكونسبيرسي. ايوه اي حاجه كذا زي المخلوقات اللي جايه من الفضاء، هذول النرجسيين يعني يصدقوها. يبغى يكون مميز. ايوه. انه هو مميز هو. أيوة. رافع هو يبغى يعني يبغى يكون مختلف عن المجموعه. انا اللي بقول لكم الحقيقه. ايوه انا. أيوة. اللي انا اللي عندي السر اللي ما حد عنده، ترى انتوا عندكم حاجه انا ما عندي اياها. تمام. وهذا الشخص النرجسي هو يعني ايش، جينات هذا موجوده فيه ولا لا؟ الشخص النرجسي هو اضطراب، نقدر نقول اضطراب شخصيه نرجسيه. نسمع يعني له صفات معينه بس، لكنه انا يعني وانا اقرا عنه يقول انه الشخص النرجسي اصلا كثير منه مساهم في العيله، يعني امه تكون صنعت انه نرجسي، ابوه صنع انه نرجسي من صغره. صحيح. في عوامل تؤدي لها. كل الاضطرابات النفسية جزء منها جيني وجزء منها بيئي. أيوة. والجزء البيئي مرة يأثر كمان. فطبعا انت لو انت ام او اب وما يعني ولدك هذا هو ما يخطئ، ولدي دائما صح، فانا كده صح اكيد حبني فيه لو كان عنده ميول للشخصية النرجسية فهنيئا لك بناتي له هذا الميول وصار اضطراب. طيب معليش انا ابغى اسالك كمان، حتى قالوا في كثير من الدراسات النفسيه انه الاشخاص النرجسيين لما انت مثلا تودي ولدك لمدرسه ما يقدروا يودوها الا 3% من البشر. وبس الا حقه الاغنياء هذول اللي فيقوم هذول اللي يعيشوا فيها يتعرفوا على المحيط ويعتبروا انه كل بقيه المجتمع اقل منهم، يقوم يصير
في نرجسية داخلهم. أيوة، لو نحن عادة النرجسية لو لاحظت ترى أغلب الناس اللي هم CEOs ومدراء وكذا ترى لهم سمات نرجسية تساعدهم في عملهم. أيوة صحيح. أيوة، ولكن متى المشكلة يصير اضطراب؟ لما يصير اضطراب لما أنا كشخص نرجسي ما أقدر أتعاطف، ما أقدر أشوف أنا أولوياتي هي نفسي وراحتي، ولاقي بعد فترة الشخص النرجسي ترى لا ما يكون عنده أصحاب وما يكون عنده أهل، لأنه حقيقة ترى ما يقدر يكون صداقات إنها هي تطول، يلاقي نفسه إنه هو منعزل عن العالم. يعني هي حقيقة، بس أبغى أكد بس على نقطة علشان اللي بيسمعنا، بعض الخصائص النرجسية هذه مهمة جدا، وجدوها في الناس اللي يكونوا مدراء ولا قادة في أماكن. صحيح، تساعدهم في أداء عملهم. صحيح، ولكن أنت بتأكد ثقة. أيوة، بس أنت بتأكد إنه هذه النرجسية تصبح مرض لما انت ما تقدر تسوي اي علاقات، لما ايوه لما تلاقي نفسك انك انت ما انت قادر انك انت تفهم شو اسمه شريك حياتك، ما انت قادر تكون علاقات طويله المدى، ما انت قادر انك انت تستعطف بالناس اللي حوالينك، ما انت قادر انت تفهم مشاعرك، انت بالنسبه لك لازم ارضاء الاخرين يكون محور كل حاجه، فشخصيتك تبنى على انه الناس عاجبهم او الناس مو عاجبهم، فدائما منتظر انك انت تكون محور حقيقي الكون. طيب انا حاسالك سؤال وبعدين حنراجعه بعد الفاصل. هل انا اقدر اسير نرجسي مع شخص ومع بقيه الاشخاص ما اكون نرجسي؟ يعني هل انا اقدر اكون نرجسي مع زوجتي؟ يعني زوجتي تشتكي من نرجسيتي، وانا اذا خرجت للمجتمع والمكان العمل ما يشوفوا في هذه النرجسيه؟ حنطلع فاصل ونرجع لكم. حياتنا مع الدكتور نزار باهبري. رجعنا لكم. أنا سألتك قبل الفاصل إذا هل ممكن يكون البني آدم مثلا نرجسي في بيته وبر البيت تحفة؟ يا صراحة كلمة نرجسي كتير بشوفها في السوشيال ميديا بتستخدم، لأنه وكتير بشوفها عندي في العيادة، الناس تيجي بتسألني هل أنا نرجسي، هل زوجي نرجسي، هل فهي كلمة نرجسي صارت تستخدم مو في مكانها. هذا أول يعني صارت مستهلك، أي أحد يبغى يصير كده يقول لك هذا نرجسي. وفي بالنسبة للنرجسية في شخصية نرجسية، طيب وفي سمات شخصية نرجسية. فأنا يمكن أنا كزوج في البيت لما أنا أكون مثلا في المجتمع حقنا نسميها بين يعني تحت خطين مثلا رجال، فأنا أهيمن وأنا رأيي وأنا ما إنه يعني في البيت طيب، فالنساء بعض الحين يقولوا إنه على زوجهم عشان هو ما يسمعهم، هو مو موجود، في إنه هو نرجسي متمحور حوالينه هو وشغله وعلاقاته، هو متى ينام ومتى يقوم ومتى يحط وأية عطر ولا تلمس عطوري ولا تلمس، برا هو تحفة. ايوه، فهذا ما هو، هذا يعني يمكن يكون شخصيه نرجسيه ويمكن لا. أيوة، ولكن ما هو شماعه. يعني انا لو انا بعيش مع شخصيه نرجسيه انا محتاجه اتعلم كيف اتعامل معها. كيف اتعامل؟ هذه يبغى لها حلقه مين، بس يعني اديني كذا. أيوة، حاجه يعني اوكي. سو الشخصيه النرجسيه عاده لو مثلا انتقدته يحس دائما انه يعني لو ما قلت له مثلا تعليق انه مثلا العطر ده مثلا ما يعجبني، ف يحس انه انك بتهجمي عليه. أيوة، فمهم جدا لما نجي نبغى ننتقد مثلا او ما نبغى نقول هذا محتاجين انه يعني نقولها مره بلطف عشان بلطف. لا كيف اقول له هي بلطف؟ أقول مو حلو العطر. ايش اقول انا بلطف. عارفه مو حلو العطر، فتقدر تقول شيء زي كذا، تقول انه انا ما اقصد انه انا انتقد عطرك او ذوقك مثلا في العطور، في عطور مره كثيره متحطه عليك مره تعجبني، بس هذا العطر انه مو مره يعني يعني مو مره هذه اللطافه. ايوه لا اقول له العطر هذا مو حلو. ايوه مهم هذا، يعني مهم اللطافه هذه في العلاقه. بس في اي شيء ثاني اقدر اسويه مع في التعامل مع النرجسيه؟ ايوه يعني أطول بالي، ولما أنا أقرر أنه أنا مثلا أتكلم معاه مثلا في مواضيع أنا عارف أنها هي بالنسبة له ما حياخدها، يعني لأنه عادة المرأة مثلا بتقول على الرجل النرجسي هو ما يسمع. أيوه، فأسألي له الوقت مناسب. تمام، أنه أبو الوقت مناسب أتكلم معاك في موضوع الوقت مناسب، وبعدين يعني اسمحي أدي له مساحة أنه هو يتقبل الشيء اللي أنت قلتي. بعض الحين هو يبين هو ما تقبل، فأنه بينتقد أو أنت ما تفهمي أو يكون في عبارات زي كده، لأنه هو بعض الحين حقيقي ما يقدر يشوف الطرف الآخر أو ما يقدر يستشعر اللي أنت بتواجهه. فأدي له بعد ما تقولي له أدي له مساحة. في كثير من الناس انه يقولوا انه هو بعد المساحه هذه لما يرجعوا يتكلموا مره ثانيه يحسوا انه هو في تقبل اكثر. قد ايش المساحه هذه؟ يعني يومين، يوم ما اقول له كلمه وامشي؟
لا مو يعني هو اللي بعد ما تأكدت انه هو الوقت مناسب انك انت تتكلم معه وهو جات نرفز وكذا بعدها مهم جدا ان نتعامل ولا كأنه شيء صار ونرجع نراجع المشكلة لما تشوفها انه هو الوقت مناسب. تمام. طيب ابغى اسالك يعني سؤال ثاني، هذه فيها فرق عن الأنانية؟ فيها فرق عن الأنانية، النرجسية عن الأنانية؟ هو العادة الشخص النرجسي الناس اللي تشوفه أناني، لأنه هو إنسان إيه يشوف أناني لأنه هو إنسان متوحر حوالين نفسه، وحقيقة هو إنسان ما يقدر يستشعر يعني ما يقدر يستشعر الناس. طيب مشاعرهم. دحين أبغى أسألك، هم في الاعتقاد والنظرية المؤامرة هذه وهي برضو قلت النرجسيين عندهم مشكلة كبيرة في حكاية النظرية المؤامرة. أيوة البحوث إنه لو الناس اللي هم يؤمنوا في هذا الشيء يغطي احتياجهم ان هم يكونوا مميزين قلنا، فهم الناس النرجسين للاسف يطيحوا في هذا الموضوع. طيب السؤال، اللي يؤمنوا بالمؤامره نظريات المؤامره اكثر رجال ولا نساء؟ او الرجال ولا النساء؟ هو صراحه ما يعني دورت في البحوث على هذا الموضوع، عندنا في السعوديه ما كانت في بحوث يعني صارمه، وبرا برضو ما لقوا بحوث. يعني وقت كوفيد وكذا كانوا بيدوروا هل في فرق مره، لقيت واحد بحث صراحه بيقول انه في فرق، ولكن فرق ما هو كافي انه اقدر اجي ابصم واجي اقول لا في فرق بين النساء والرجال. ولكن انت ايش رايك؟ انا كنت احس بحقيقه النساء. النساء صح يعني كنت حتى انا حسيت انه كذا، ولكن ما اقدر اقول انه هو في بحث يقول كذا. ايوه طيب وهل التعليم ولا المدارس ممكن تخلي زياده انك انت تؤمن في معتقدي انه أوه انت انسان يعني انت انسان ما عندك ذكاء عالي، فعشان كذا انت تؤمن بنظريات المؤامره انه الارض مسطحه و و و الى اخره. فلقوا البحوث انه هي مو بالموضوع الدراسه، يعني مو موضوع انه انت خلصت جامعه ولا ما خلصت جامعه. اغلب الناس اللي هم ما درسوا او ما درسوا طرق للتفكير هم مو عشانهم اقل ذكاء، ولكن هم حقيقي ما أدوهم فرصة إنه هم يدرسوا كيف يفكروا. أيه. يعني أنت كدكتور عشان تتخرج من الطب محتاج تتعلم مرة كتير، أخذت يعني ساعات من الدراسة كيف تفكر صحيح. ففي في كتير تخصصات ما تعلم هذا الشخص هو كيف يفكر، فيطيح في هذا الفخ أسرع من الشخص اللي هو تعلم يكثر أكثر من غيره يؤمن بنظرية المؤامرة. صحيح، لأنه ما تعلم كيف يفكر. في الشخص اللي هو مثلا درس كيف يبحث وكيف يدور على البحوث ما يصدق المؤامرة بسرعة. فالدكاترة اللي هم يعني عادة الدكتور يكون درس كثير مثلا في موضوع كيف يبحث على معلومة. تمام. لأنه الشخص اللي هو مثلا يؤمن بالمؤامرة لو شاف مثلا معلومة على السوشيال ميديا يحس أنه هي معلومة مهمة، أو واتسابيات زي ما والله أهلنا يشوف أنه واتسابيات هي مصدر مهم، أنه كأنه هو يعني كأنه شيء أنه انكتب في الواتساب، هو اكيد هو حقيقي. بس انت كدكتور عشانك درست انه لا هذا مصدر ما هو مصدر جيد للمعلومه، فصير في واحد واتسابيات. انا اشوف نظريه المؤامره هذه والايمان بها جزء اساسي من اللي يدمر عملك. يعني في الشغل، في محيط الشغل، في كثير نظريات مؤامره، يعني ما تقدر تشتغل اسبوعين الا ويبداوا الناس يقولوا والله اظن هذا يسوي عليك مؤامره، هذا بيتكلم على نظرية المؤامرة. هذه عظيمة في بيئة العمل، هذه تدمر بيئة العمل، وبعدين الانشغال فيها بس موجودة كثير مرة. أي. والشخص هو ده نفسه اللي هو يؤمر في مؤامرة في العمل، هو لقوا انه هو هذا الشخص اللي هو يميل للمؤامرة حيميل للمؤامرة في في في, في, في العمل. ايوه فلقوا في البحوث، لقوا مثلا على برنسس ديانا لما توفت قالوا سألوا الناس هل تصدق انه هي مثلا ما هي ميتة، هي عايشة في مكان دحين، او انها هي توفت، او فهي توفت يا انها هي سوت انها هي توفت، نقول هذا خياره. لقوا الناس حقين اللي هم يؤمنوا بالمؤامرة يؤمنوا بدول الشغلتين، هي حية وهي ميتة، شلون هم يعني ايه يعني يؤمنوا في المؤامرة، حتى يعني حتى لو هو المنطق ما اقدر اؤمن بشيئين، يا هي عايشة يا هي ما هي عايشة، هم يؤمنوا بالاثنين، يؤمنوا ايه ذا انترتينت انه ايه في احتمالية ان هي تكون عايشة، كيف انت لو يا حتصدق يا انها هي ميتة يا انها هي ما هي ميتة. فالشخص اللي هو يؤمن بالمؤامرة عادة في جزء معين من حياته تلاقيه يؤمن بالمؤامرة في العمل، في الصحة، في الزواج، كل شيء انه في. طيب وهذا كيف اتعامل معاه اللي يؤمن بالمؤامرة؟ شوف هذا والله مشكلة كبيرة اقسم بالله. في انك انت تؤمن بالمؤامرة بشكل بسيط، يعني في الناس اللي هم مثلا كانت يؤمن بالمؤامرة انه لما كانوا يجي يقولوا مثلا على سيرة المخلوقات الفضائية. ايوه لو انا جيت السنة اللي فاتت قبل سنتين جيت قلت لك والله يا دكتور نزار انا اؤمن بالمخلوقات الفضائية، ايش حتقول لي؟ انت تؤمن بالمؤامرة. ايوه دحين صارت المخلوقات الفضائية موجودة. تمام. فهذه المعلومات اللي هي فجأة الحين صار عندنا اكسس ليها شككت مرة الناس. لكن أنا كيف أتعامل مع شخص يؤمن بنظرية المؤامرة في البيت؟ ممتاز. فنظرية المؤامرة لا بأس أنها هي تكون أنك يكون عندك نظريات مؤامرة يعني
شوية في الحياة هذه، بس لما أنا نظرية المؤامرة أنا كل يوم، هذا اسمه بارانويا. إيه. فأنا إنه أنا بيتهيأ لي أشياء، أتوقع إنه أو ترى زوجتي مثلاً، مثلاً زوجتي ما كانت موجودة في البيت، وهي قالت لي إن هي في البيت، بس هي أكيد خرجت مع صحباتها. استغفر الله العظيم، هذا من أصعب الأزواج، يعني هذا زوج مدمر اللي يشكشك كل حاجة. هذا مرض. أي استغفر الله. فهنا يبدأ يصبح الموضوع من أنه أنا بس مؤمن بنظرية بسيطة، لأنه الموضوع ده يبدأ يحرك حياتي، ويبدأ يخليني أشك أنه أنا مثلا مكالماتي كلها مسموعة، أشك. والناس مثلا في أمريكا من 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 كم شهر فجأة آمنت أنه في أبراج أنه هي بتتنصت عليهم. أيوه. وقاموا كسروها وكذا. فيوصل بعض أحيان الموضوع المعتقد، مو بس في المعتقد أنا وإنت كده نتكلم فيه، لا، المعتقد لا، يوصل أنه هو يحركك. أيوه. أيوه. ويخليك أنك أنت تبدأ تراقب زوج، او انه مثلا زوجة تبدا مثلا تراقب انه في احتمال، انه في مؤامره. أيوة. في الموضوع ده، فهنا يبدا الموضوع يصير مرض. وهنا ننتبه بين نظريه المؤامره وانا بس فقط مؤمنه بمعتقدات، وانا عندي طول الوقت عندي هذه النظريات شغاله عندي، واصل لمرحله مرضيه. طيب انا حسالك سؤال اخر، سؤال مختصر كده. تمام. لو انا جبت لك عميل عنده نرجسيه وعميل يوما بالمؤامره، وانت تشتغلي على الاثنين، اي واحد اسهل اني اشتغل عليه، ولا اقدر اعالجه بصورة أسرع، ولا تقدر تديهم أمل؟ دحين في زوجة عندها واحد نرجسي، وفي زوجة عندها واحد حق مؤامرة، أي واحد منهم تعتقدي نتعالج؟ أو شيء النرجسية نتعالج، المؤامرة لا تدخل فيها، ولا يعني قفل. لو هو ما هو مرضي نقفل الموضوع ولا ندخل فيه نقاش. لكن لو هو مرضي، لا محتاجين نتعالج، في احتمال محتاجين أدوية كمان. بس أي واحد فيهم يعني النرجسي أقل ما يحتاج أدوية مقارنة بالمؤامرة. صحيح. حق المؤامرة يحتاج أدوية بعض الحين. أيوه. لا يا شيخ، مشكلتك أكبر، اللي عندها مؤامرة مشكلتك أكبر من اللي عندك نرجسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا.